المحاضرة رقم 8 في الجير وهي الفيشر نيرف. الفيشر نيرف هو ليه سموه الفيشر نيرف؟ It is a motor nerve of the face. يعني هو في الواقع مش بيورلي موتور، هو ميكسد نيرف، ولكن أهم جزء فيه هو الموتور بارت، لأن ده اللي بيغذي عضلات الوش، ده اللي بتاع الفيشال اكسبريشن، ولهذا السبب اتسمى الفيشال نيرف، يعني هو اتسمى علشان بيغذي عضلات الوش موتور انرفيشن. يعني هو الوش ده عضلاته واخده من النرف السابع اللي هو الفيشال، بينما الاورديناري سنسيشن العادي الاحساس العادي ده ترايجيمينال النرف الخامس اللي هو بتاع الاحساس بالالم والتنميل والحاجات دي. يبقى اذا الفيس كل نص من الوش واخد 5 سنسوري واخد 7 موتور يغذي عضلات الوش، يبقى الفيشيال نيرف ات ذا موتور نيرف اوف ذا فيس، ولهذا سمي الفيشيال نيرف. طيب هل هو بيورلي موتور؟ لا، ده ميكسد نيرف. ميكسد نيرف يعني هو كل كرينيال نيرف، ده كرينيال نيرف نمره 7، كل كرينيال نيرف ليه موتور نيوكليوس، تمام، او اكتر من نيوكليوس. الفيشيال نيرف ليه 3 نيوكلياي، تمام. الموتور نيوكليوس دي موجوده في اللور بارت اوف ذا بونز، ده البونز، الجزء المرسوم قدامك ده البونز، واللي تحتيه ده المظله اوبلونجاتا. ف الموتور نيوكليوس اللي هي بتاخد انرفيشن من الاوبوزيت هيمسفير معايا، وبيحصل كروس انرفيشن، فدي الفيشيال موتور نيوكليوس، تمام، اهي اللي بتغذي عضلات الوش بعد كده عن طريق الفيشيال نيرف فايبرز. طيب الموتور نيوكليوس دي بتغذي عضلات الوش وايه تاني؟ والاستابيديوس ماسل وشويه عضلات تانيه هنقولها كمان شويه. يبقى ده اول نيوكليوس للفيشيال نيرف. تاني نيوكليوس سيبيريور سليفري نيوكليوس. ايه ده، هو في انفيريور؟ اه مش تبعنا دلوقتي. السيبيريور سليفري نيوكليوس موجودة تقريبا للتبسيط في الابر بارت بتاع المظلة اوبلونجاتا، اعتبرها الزرقاء دي. يبقى ده السيبيريو سليفري نيوكليوس علشان تطلع فايبرز تمشي في الفيشال نيرف وتروح بعد كده، اسمها سليفري يبقى سكروتو موتور، يبقى هتروح بعد كده لللاكريمال جلاند بتاع اللاكريميشن عن طريق جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، وهتروح بعد كده عن طريق كوردا تمباناي للسبمانديبولار والسبلينجوال سليفري جلاند، ده اللسان، ده التانج، يبقى السبمانديبولار والسبلينجوال سليفري جلاند، ده السبيريور سليفري نيوكليوس. على فكره بالرغم من ان الفيشيال نيرف بيمشي بعد كده جوه الباروتد، مش بيغذيها. الباروتد جلاند واخده من الجلوسوفارنجيال عن طريق الانفيريور سليفري نيوكليوس اللي انا قلت لك مش موضوعنا دلوقتي. اما السبيريور سليفري نيوكليوس هي دي اللي بيطلع منها فايبرز للفيشيال نيرف علشان تروح للسبمانديبولار والسبلينجوال واللاكريمال جلاندز، تمام؟ طيب يبقى ده السيبيريور سيلفري نيوكليوس، وقلت لك تقريبا موجوده في الابر بارت بتاع المظله اوبلونجاتا للتبسيط. طيب ثالث نيوكليوس بقى نيوكليوس اوف تراكت السوليتيريوس، او احيانا يسموها السوليتري تراكت، تمام، او سوليتري نيوكليوس اللي هو اللي لونها اخضر دي، في الابر برضه للتبسيط في الابر بارت وفي المظله اوبلونجاتا، تمام، ويطلع منها فايبرز تمشي بعد كده في الكوردا تمباناي علشان تغذي التلتين اللي قدام من اللسان، التلتين اللي قدام من اللسان بالتيست سنسيشن بتاع التذوق، تمام؟ عارف النرف بتاع السبانخ الكوردا تمباناي؟ اه، واخد من نيوكليوس اوف تراكت السوليتيريوس، وبعد كده هيمشي جوه اللينجوال بتاع الترايجيمينال ويوصل للسان، تمام؟ اللينجوال العادي يغذي اللسان اوردينري سنسيشن، وجواه كوردا تمباناي فايبرز تغذي تيست سنسيشن، تمام؟ طيب يبقى اذا من الكلام اللي انا قلته ده يبين لك ان الفيشيال نيرف ده ميكسد نيرف، ليه موتور نيوكليوس هيطلع منها الموتور فايبرز، ليه سكريتو موتور فايبرز جايه من السيبيرو سليفري نيوكليوس هتروح للاكريمال جلاند والسبمانديبولار والسبلينجوال سليفري جلاند، لاكريمال اهي سبمانديبولار والسبلينجوال، تمام، وبعدين سوليتري نيوكليوس او نيوكليوس في تراكت سوليتيريوس اللي هيطلع منها تيست فايبرز تروح للكوردا تمباناي بتاع التيست للانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج. طيب تعال نرسم الكلام ده، سيبك بقى من الكلام اللي انا قلته وسيبك من رسومات الكتب، تعال احنا نرسم الرسمه دي لنفسنا. بص بقى، اولا انت عندك السيريبرال هيمسفير فوق خالص في الموتور اريا،
والسيريبرال هيمسفير اليمين يدي بيراميدال تراكت فايبرز للشمال لنيوكليا الشمال، والشمال يدي لليمين، حاجه اسمها كروسنج او ديكاستيشن. بص بقى ده عباره عن البونز تحت المظله اوبلونجاتا، وبعدين تنزل تخرج من الفورامين ماجنم يبقى اسمها السباينال كورد، ده السباينال كورد. يبقى اللي انا هكتب عليه ام ده المظله، واللي انا هكتب عليه بي ده البونز، تمام؟ طيب تعالى بقى نقول الكلام اللي احنا قلناه من شويه. اولا السيريبرال هيمسفير يمين اهو والسيريبرال هيمسفير شمال اهو. مبدئيا لغايه ما نيجي للنقطه دي، السيريبرال هيمسفير اليمين يدي النيوكليوس الشمال، والشمال يدي النيوكليوس اليمين اللي هي الديكاستيشن او الكروسنج. تعالى نرسم ناحيه واحده بقى. بص دي الموتور نيوكليوس موجوده في اللور بارت اوف ذا بونز. الموتور نيوكليوس موجوده في اللور بارت اوف ذا بونز اللي هي هتغذي مين؟ هتغذي الفيشيال ماسلز والاستابيدس وشويه عضلات تانية. يعني موتور بتغذي عضلات، تمام؟ يبقى دي الموتور نيوكليوس. هل يوجد انواع تانية من النيوكلياي؟ تعالى نرسمهم بلون تاني. الزرقاء دي اللي في الابر بارت بتاع المظله ده السيبيريور سليفري نيوكليوس، اللي هيطلع منها مين؟ سكروتو موتور فايبرز للسبمانديبولار والسبلينجول واللاكريمال جلاندز، تمام؟ والخضره دي نيوكليوس اوف تراكتس سوليتيريوس. انا برسمهم كده للتبسيط، نيوكليوس اوف تراكتس سوليتيريوس اللي هيطلع منها تيست فايبرز تغذي الانتير تو ثيرد اوف ذا تانج، تمام؟ بص بقى الفايبرز اللي هتطلع من السوليتري ومن السوليتري تراكت او السوليتري نيوكليوس، والفايبرز اللي هتطلع من السيبيريو سليفري نيوكليوس بيجوين اتش اذر ويكون حاجه اسمها النيرفس انترميدياس. يبقى النيرفس انترميدياس ده اهو اللي هو ازرق واخضر، ده النيرفس انترميدياس. بينما الفايبرز اللي هتطلع من الموتور نيوكليوس هتلف الاول حوالين الابديوسنت نيوكليوس. الله، مش الموتور نيوكليوس دي اللي هي النيرف السابع سيفنث؟ هنا السيكث اللي هو بتاع الابديوسنت نيوكليوس اهي. فالفايبرز اللي هتطلع من الفيشيال نيوكليوس الموتور نيوكليوس هتلف الاول حوالين الابديوسنت نيوكليوس، وبعد كده تطلع من اللور بوردر اوف ذا بونز عند البونتو ميدالا ريجانكشن، اللي هي الحته دي اسمها البونتو ميدالا ريجانكشن، تمام؟ فالموتور فايبرز الحمراء دي تمشي اهي، تمام؟ تلاقي مين؟ الفايبرز الزرقاء والخضراء اللي هي دي اللي هنعملهم مثلا لبني اهو، الزرقاء والخضراء هنرسمهم لبني اللي هو النيرفس انترميدياس، بيجوين الموتور فايبرز والاثنين مع بعض يبقى اسمهم ايه؟ فيشيال نيرف. هنرسم الاثنين مع بعض اهو بالاسود، يبقى ده جواها احمر واخضر وازرق، موتور فايبرز وسوليتري فايبرز وسكروتو موتور فايبرز، تمام؟ هو لما خرج من اللور بارت بتاع البونز اللي هو عند البونتو ميدالا ريجانكشن، خلي بالك البونز ده وراه محضن مين؟ السيربيلم. يعني لو رسمت لك شادو خفيف كده ده السيربيلر لوب وده السيربيلر لوب اللي محضنين على البونز من ورا. يعني مثلا البونز اهو، الالم ده البونز والسيربيلم محضن من ورا كده، يبقى في هنا سيربولو بونتاين انجل وفي الناحيه الثانيه سيربولو بونتاين انجل. يعني اذا انت بتكلمني دلوقتي ان دي هي السيربولو بونتاين انجل اللي رسمتها بسهم اسود لتحت، ده السيربولو بونتاين انجل اللي خارج منها مين؟ الفيشيال نيرف. اللي انا رسمته بالاسود ده، ماشي الكلام؟ يبقى ده السيربولو بونتاين انجل، الحته دي هي السيربولو بونتاين انجل سي بي اي. طيب يبقى سبعه خرج من عند اللور بوردر اوف ذا بونز، موتور فايبرز سكريتو موتور فايبرز وسوليتري فايبرز تيست فايبرز، تمام؟ الله، مش دي السيربولو بونتاين انجل؟ يبقى سبعه هيلاقي اللي هو الفيشيال هيلاقي ماشي مين جنبه؟ ثمانيه. نرسمه مثلا باللون البنفسجي ده، ثمانيه. يبقى ده النرف الثامن الفيستيبولو كوكلير، وده النرف السابع السيفنث الاسود ده، تمام؟ سبعه وثمانيه يمشوا مع بعض. خلي بالك هيدخلوا الانترنال ايديتري كانال. الانترنال ايديتري كانال مثلا ارسمها لي باللون الاصفر اهي، الانترا ايديتري كانال اهي،
دي الانترنال اوديتوري كانال اللي هي بتنتهي هنا في الانر اير. تمام كده؟ 7 و8 مشوا مع بعض، دخلوا جوه الانترنال اوديتوري كانال. 7 و8، خلي بالك هنا السيربول بونتان انجل انتهت الحته دي. اللي هنا الجلايل نيورولمال جانكشن، لو انت فاكر لما قلت لك الاكوستيك نيوروما. فاذا 7 و8 دخلوا الانترنال اوديتوري كانال. تمانية اهو دخل مع 7 الانتر اوديتري كانال، وبعد كده 8 هينتهي جوه الفيستيبولو كوكليا، يبقى اسمه الفيستيبولو هو كده ولا كده اسمه الفيستيبولو كوكليا، بس هما ماشيين 7 و8 مع بعض في الانتر اوديتري كانال. ماشي الكلام؟ تمام. بعد ما سابوا السيربول غلطان انجل دخلوا الانتر اوديتري كانال. طيب وبعدين مش دي كده الحته دي كده دي كده البرومونتري اللي هي الكوكليا، يعني هي الميديال وول اوف ذا ميدل اير. يعني في هنا الميدل اير، تمام، لاترال للبرومونتري. خلي بالك الفيشال نيرف كان جوه خالص في البونز، عمال يطلع لبره في الانتر اوديتوري كانال، يطلع لبره اكتر فوق الكوكليا، يطلع لبره اكتر، هيبقى في الميديال وول اوف ذا ميدل اير، يطلع لبره اكتر لغايه ما يوصل تحت الجلد هنا، يعني هو عمال يطلع. تمام. وبالتالي 7 دلوقتي هيمشي جوه الانتر اوديتوري كانال مع 8، مصاحب ل 8، 8 انتهى جوه الكوكليا والفيستيبيول، ف7 يكمل طريقه. اول ما انتهى من الانتر اوديتوري كانال بقى في الميديال وول اوف ذا اير فوق البرومونتري، اهو البرومونتري اهو، هو ده البرومونتري اهو الاصفر ده، هو ده البرومونتري، الميديال وول اوف ذا كوكليا، البيزل تيرن اوف ذا كوكليا. ف7 يروح تاني نفسه اول ثانيه، الفيرست جنون اول ركبه، ده الفيرست جنون اللي انا عملت عليها دايره دي، ده الفيرست جنون. تمام. اللي هي فين بقى؟ في الميديال وول اوف ذا ميدل اير، ما هو فوق البرومونتري فوق الكوكليا، يبقى تانا نفسه اول ركبه الفيرست جنون اللي هي عندها هنا الجينيكوليت جانجليون. وعلى فكره هو بيدي هنا جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، ده اول برانش يطلع من الفيشال نيرف. الحته دي من الفيشال نيرف اول ما خرج من الانتر اوديتري كانال لغايه الفيرست جينو اسمها لابرانثاين سيجمنت، لابرانثاين سيجمنت. تمام. وبعدين تاني نفسه 60 درجه ورجع على ورا، مشي في الميديال وول اوف ذا ميدل اير فوق البرومونتري، ما هو باين اهو فوق الكوكليا فوق البرومونتري. تمام. يبقى الحته اللي ماشي هوريزونتال دي اسمها هوريزونتال سيجمنت او تيمبانيك سيجمنت، ترانسفير سيجمنت او تيمبانيك سيجمنت، لان في الميديال وول اوف ذا تيمبانيك كافيتي فوق الكوكليا. تمام. طيب دي كده الميدل اير، يبقى دي كده الماستويد وراها. ماشي. اول ما خلصت الميدل اير راح تاني نفسه تاني ثانيه، على فكره في هنا الاوفال ويندو وفي هنا الراوند ويندو، اباف اند بيهايند وبلو اند بيهايند برومونتري، راح تاني نفسه تاني ثانيه جاست انتيريور للانترام. يبقى دي تاني تانية، دي اسمها السكند جينو، سكند جينو اللي انا علمت عليها دايرة تانية دي، دي السكند جينو. وراح نازل فيرتيكال في الماستويد، الماستويد بروسيس لاترالي والستايلويد بروسيس ميديالي، هو ماشي بين الاثنين بين الماستويد والستايلويد، راح طالع هو ماشي، انا اسف، جوه الماستويد بون. اول ما الماستويد خلصت اللي هي الستايلوماستويد فورمن، هنا اهو الستايلوماستويد فورمن، راح ماشي ما بين الماستويد والستايلويد، علشان كده اسمها ستايلوماستويد فورامين، ستايلوماستويد فورامين، يعني في هنا الستايلويد ميديالي وفي هنا الماستويد لاترالي، طلع من الستايلوماستويد فورامين، يبقى اللي انا علمت عليها دي ستايلوماستويد فورامين. تمام. خرج من الستايلوماستويد فورامين بعد ما كان اسمه ايه الماستويد سيجمنت او الفيرتيكال سيجمنت جوه الماستويد بعد السكند جينو، نزل فيرتيكال خرج من الستايلوماستويد فورامين. فهو طول عمره ماشي في بوني كانال، بالمناسبه الفيشال نيرف هو اطول كرينيال نيرف ماشي في بوني كانال. تمام. اطول كرينيال نيرف ماشي في بوني كانال، بيسموا البوني كانال بتاعته الفالوبيان كانال، فالوبيان كانال. فهو طول عمره ماشي في بوني كانال لان نيرف مهم جدا بتاع الفيشال اكسبريشن. البوني كانال خلصت فهو عايز يدخل في اي حاجه، فخرج من الاستايل المصطوط فورم خايف، عايز يحمي نفسه، فمشي اندر ذا سكين سوبرفيشال. تمام. في السوفت تيشو عايز يدور على حاجه يستخبى فيها، بعد 1 سم من خروجه من الاستايلوماستويد فورامين لقى الباروت الجلاند،
راح داخل جوه الباروتيد جلاند. ايه ده؟ الفيشال نيرف بيدخل جوه الباروتيد اتسلف. ايوه اهي الباروتيد جلاند اهي بره خالص، راح الفيشال نيرف داخل جواها. بس خلي بالك دخل جواها كده، بس هو مشي 1 سنتي متعري تحت السكين ما بين الاستايلوماستود فورامين ودخوله جوه الباروتيد جلاند، راح داخل جوه الباروتيد جلاند متفرع الى 5 تيرمينال برانشز زي الايد. 5 تيرمينال برانشز اهو، 5 تيرمينال برانشز. تيمبرال يروح لمنطقه التيمبل، تيمبرال، وبعدين زيجوماتيك يروح لمنطقه الزيجوما، وبعدين بكل، بكل، وبعدين مانديبولر، مانديبولر يروح للانجل اوف ذا مانديبول، وبعدين سيرفايكال يروح للبلاتيزما. اللي انتوا سميتوها في الاناتومي زمان توتو زوغت بدري مع زوزو، توتو تيمبرال زوغت زد اللي هو زيجوماتيك، تمام، بدري بكل مع مانديبولر سوسو اللي هو السيرفايكال اللي هو رايح للبلاتيزما اللي هي سي. توتو زوغت بدري مع سوسو زي صوابع الايد، تيمبرال زيجوماتيك بكل مانديبولر سيرفايكال. سيرفايكال ده بيروح للبلاتيزما، الاكشن بتاع البلاتيزما اللي هي الحركه دي كده، ري انفورسمنت للنك، ري انفورسمنت للنك، تمام. يبقى اتفرع الى 5 تيرمينال برانشز. الاسود اللي انا رسمته بالاسود وظللته ده هو الفيشال نيرف. تعال نرجع بسرعه، نراجع، عايز ارسم بلون تاني اخضر خفيف، ماشي، هرسم اخضر خفيف. هي دي الموتور نيوكليوس بتاع الفيشال نيرف، موجوده في اللور بوردر بتاع البونز، تطلع منها الموتور فايبرز تلف حوالين الابديوسنت نيوكليوس اهي، تمام، تلف حوالين السته نيوكليوس. وعلى فكره سته وسبعه نيوكليوس جنب بعض في البونز قوي، لو سبعه اتضربت بتضرب معاها سته. وبعدين خرج من اللور بوردر اوف ذا بونز، تمام، لقى بقى دلوقتي موجود في السيربول بومتان انجل، عمل جويننج للفايبرز اللي جايه من السوليتري والسليفري، السيبيريو سليفري عن طريق النيرفس انترميدياس، عملوا المين ترانك بتاع الفيشال نيرف دلوقتي جوه السيربول بومتان انجل. لقى 8 ماشي معاه اللي هو الموف ده، تمام، ف7 و8 مشوا مع بعض دخلوا الانترا ايدوتري كانال، 8 انتهى في الانر اير، 7 كمل طريقه. اول ما خرج من الانترا ايدوتري كانال لغايه الركبه الاولى الفيرست جينو هيبقى اسمه لابرانثاين سيجمنت، وبعدين لف نفسه 60 درجه رجع لورا بعد ما عمل الفيرست جينو، بعد ما عمل الفيرست جينو اللي عندها الجينيكول جانجليون وبيدي الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف بتاع اللاكريمال جلاند والميكوزا الجلاند، تمام، بتاع الكريميشن. بعد كده يمشي هورزونتال في الميديا رول اوف ذا ميدل اير فوق البرومونتري، اسمه تيمبانيك سيجمنت او هورزونتال سيجمنت. بعد كده بعد ما يعدي الاوفال ويندو اباف ذا اوفال ويندو اللي هي اعتبرها في الميديا رول اوف ذا انترم، يروح تاني نفسه تاني ركبه سكند جينون، ينزل فيرتيكال في الماستويد، تمام، يبقى اسمه ماستويد او فيرتيكال سيجمنت. يخرج من الستايلوماستويد فورامين ما بين الستايلود والماستويد، يروح ماشي داون ووردز فوروردز يدخل جوه الباروتيد جلاند ما بين الفورامين الستايلوماستويد فورامين والباروتيد جلاند اباوت 1 سنتيمتر ان ادلت، يدخل جوه الباروتيد جلاند يتفرع الى 5 تيرمينال برانشز، تمام، اللي هو تيمبرال زيجوماتيك بكال مانديبولار سيرفايكال. تعالى بقى نقول البرانشات المختلفه بتاعه الفيشال نيرف. انت قلت لي اول برانش بيخرج من الجينيكوليت جانجليون اسمه جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف، ده بيشي معاه سكريتو موتور فايبرز اللاكريمال جلاند والنيزل جلاند بتاع اللاكريميشن والنيزل سكريشن، تمام. الهوريزونتال سيجمنت ما يديش ولا برانش، الفيرتيكال سيجمنت دي، تمام، الفيرتيكال سيجمنت في هنا البيراميد في البسترول اوف ذا ميدل اير اللي كان في الاستابيدياس ماسل، يروح مد نيرف تو استابيدياس اهو اللي انا برسمه بالسهم ده، ده نيرف تو استابيدياس اللي انا عملت عليه اس، نيرف تو استابيدياس، تمام، علشان يغذي الاستابيدياس كونتراكشن لما تسمع صوت عالي، تمام. وبعدين يدي كوردا تمباناي اللي انا عملت سهم ده، الكوردا تمباناي ده ماشي جوه الميدل اير، بيدخل الميدل اير من البسترو وول عن طريق البسترو كاناليكولاس، خرم اسمه البسترو كاناليكولاس، يمشي في فراغ الميدل اير كافيتي ما بين الميليس والانكاس، وبعدين يخترق الانترو وول اوف ذا ميدل اير عن طريق الانترو كاناليكولاس. في 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 الانفرا تمبرال فصه دي هيلاقي اللينجوال نيرف يعمل له جويننج، يروح رايح ل السامانديبلر والسابلينجوال سليفري جلاند والانتيريور تيرد اوف ذا تانك. بص بقى
ده الكورده تمبراي اللي انا عملت له سهم ده. الكورده تمبراي ده اللي هيروح فين بعد كده؟ للسب مانديبولار والسب لينجوال سليفري جلاند واللسان الانتور تو ثيرد. ده الكورده تمبراي تمام اللي انا كورده تمبراي سي تي خلاص اللي انا عملت عليه سي تي ده. اول ما الفيشال نيرف يخرج من الستايلوماستود فورامين يروح مدي برانشين واحيانا ثلاثه برانشين. البرانش الاول للاوكسيبيتال بيلي في اوكسيبيتو فرونتاليس. يا دكتور مش في عضله في الوش اسمها الفرونتاليس في الجبهه؟ نسيت نصها ورا في القفا اوكسيبيتاليس تمام. فالفيشال نيرف ما انساهاش، يروح اول ما يطلع من الستايلوماستود فورامين يروح مدي الاوكسيبيتال بيلي في اوكسيبيتو فرونتاليس، وبعدين يدي برانش للبستيرو بيلف دايجاستريك والستايلو هايويد. بالمناسبه ممكن برانش واحد يدي الاثنين وممكن برانشين. يبقى اذا للبستيرو بيلف دايجاستريك والستايلو هايويد. يبقى اول ما طلع من الستايلو مستوى فورمان ادى برانش اوكسيبيتال بيلف اوكسيبيتو فرونتاليس بستيرو بيلف دايجاستريك وستايلو هايويد تمام. كل دي ماسلز جايه من الموتور نيوكليوس. بعد كده يدخل جوه الباروت الجلاند يتفرع الى 5 تيرمينال برانشز اللي هي توتو زواغت بدري مع زوزو او تمبرال زيجوماتيك باكال مانديبولار سيرفايكال معايا. وبيقال ان هو بيدي اوردينري سنسيشن برانش بيشيل فيه الاوردينري سنسيشن لجزء صغير من الميتاس والكونكا تمام. عرفوا منين؟ عرفوا ان في الهيربز زوستر اوتيكاس اللي هي رامسي هانت سندروم الحته دي بيجي فيها فيزيكال لانه بيأفكت جينيكال جانجليون. وعرفوا منين تاني؟ لما بيجي اكوستيك نيروما وتضغط على الفيشال نيرف لو الحته دي اللي بتتغذى بالاوردينري سنسيشن بالفيشال بيحصل لوس اوف سنسيشن ولها اسم معين مش عليك الساين دي تمام. هو ده الكورس او الاناتومي بتاع الفيشال نيرف والبرانشز بتاعته. نيجي بقى للكلام المكتوب. بعد ما شرحنا نقول الكلام المكتوب. بص بقى الكورس، انت قلت لي الموتور فيشال نيوكليوس موجوده في اللور بارت بتاع البونز لسه رسمينها. الفايبرز بتباص من النيوكليوس بتلف حوالين الابديوسنت نيوكليوس اللي هي النيوكليوس بتاع النيرف الساتت تمام. بعد كده بتسيب البونز عند اللور بوردر بتاعه عند البونتوميدالري جانكشن وتدخل جوه السيربول بونتاين انجل. هتلاقي مين اللي معاه؟ 8 في السيربول بونتاين انجل. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لك لو السيربول بونتاين انجل اتضربت بتضرب 7 و8 مع بعض، الاثنين ماشيين مع بعض في السيربول بونتاين انجل تمام. 8 ده اللي هو الفيستيبلو كوكلير. بعد ما تدخل السيربول بونتاين انجل تروح داخله بعد كده الانترنال كانال 7 و8 مع بعض تمام. وبعد كده بتخرج من الانترنال يوتري كانال اسمها لابرانثاين سيجمنت. وفي ناس بيقولوا ان كلها اسمها لابرانثاين سيجمنت من دخوله من الانترنال يوتري كانال لغايه الفيرست جينوم. طيب يبقى دي لابرانثاين سيجمنت. بعد كده بيكون الفيرست جينوم اللي عندها الجينيكيوليت جانجليون تمام. الفيرست جينوم يمشي بعد كده اللي هو تاني نفسه او الركبه 60 درجه يرجع على ورا يبقى هوريزونتال سيجمنت في الميديا لول اوف ذا ميدل اير اباف ذا برومونتري يبقى هوريزونتال او تمبانيك سيجمنت تمام. بعد كده يرجع يوصل ورا فوق او بعد فوق الاوفال ويندو وفي الميديا لول اوف ذا انترام تقريبا تمام. يروح تاني نفسه تاني ركبه يبقى اسمه ماستويد سيجمنت اللي هي السكند جينوم. ينزل فيرتيكال في الماستويد يطلع من الستايلو ماستويد فورامين تمام. يمشي اندر ذا سكين في السوفت تيشو يعني تمام متعري في السوفت تيشو مش في بوني كانال لمده 1 سنتيمتر لغايه ما يدخل جوه الباروت الجلاند يتفرع الى 5 تيرمينال برانشز في الباروت الجلاند زي صوابع الايد. يا صوره جميله جدا جدا جدا. بص بقى الصوره دي بتقول ايه؟ اولا ده كده البونز دي اللي انت شفتها في الاول بس ما شرحتهاش ودي المظله. تعال نراجعها مع بعض. دي الفيشال موتور نيوكليوس اللي هي النيوكليوس السبعه بينما دي النيوكليوس السته الابديوسنت. الفايبرز تطلع من النيوكليوس السبعه الموتور فايبرز تلف حول الابديوسنت. الاثنين قريبين من بعض قوي بس انا راسمهم بعيد عن بعض علشان يبانوا. وبعدين يخرج من عند اللور بوردر اوف ذا بونز يبقى موجود هنا في السيربول بونتاين انجل يلاقي 8 ماشي معاه هنا تمام. 7 و8 يدخلوا الانترا ايديتري كانال. 8 هينتهي في الانر اير كوكليو فيستيبولار. 7 يكمل طريقه يوصل هنا يعمل فيرست جينوم اللي هي عندها الجينيكال جانجليون اللي بيدي جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف. هو ده الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف. جريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي بيغذي اللاكريمال جلاند والنيزل سكريشن.
بعد كده تاني نفسه 60 درجة عند الفيرست جينو يمشي الحتة دي اسمها التمبانيك سيجمنت او الهوريزونتال سيجمنت، تمبانيك تمام، في الميديال وول اوف ذا ميدل اير اباف ذا برومونتري، هنا البرومونتري. وبعدين يوصل بعد ما الميديال اير تنتهي في الميديال وول اوف ذا اندر ينزل فيرتيكال سكند جينو، اللي انا علمت عليها دايره دي السكند جينو، ينزل فيرتيكالي في الماستويد، يبقى اسمه ماستويد سيجمنت، ماستويد سيجمنت او فيرتيكال سيجمنت. يخرج من الستايلو ماستويد فورامين، اهي دي الستايلو ماستويد فورامين، يمشي متعري في السبكيتينيس تيشو تمام، وبعدين يمشي داون ووردز فور ووردز، يدخل جوه الباروت جلاند، يتفرع الى 5 تيرمينال برانشز. بص بقى ده نيرف تو ستابيديوس اللي انا رسمت لك جنبه الاستيبس اهي من الفيرتيكال سيجمنت، وده الكوردا تمباناي من الفيرتيكال سيجمنت. الكوردا تمباناي اللي هيعمل جويننج لللينجوال وهيروح يغذي الانتور تيرد اوف ذا تانج بالتيست تمام، وهيروح للسب مانديبولار والسب لينجوال سليفري جلاند. يا جدع الفيشيال نيرف داخل جوه الباروتيد مش بيغذيها سكريتو موتور، الباروتيد واخده من الانفيريو سليفري نيوكليوس اللي بتدي للجروسوفارينجيال، يعني الباروتيد متغذيه سكروتو موتور بالجروسوفارينجيال نيرف مش بالفيشيال نيرف تمام. يبقى اذا هو دي كانت قصه كفاح الفيشيال نيرف. انت نسيت تقول لي اول ما خرج من الستايل مسلوط فورامين ادى نيرف تو اوكسيبيتال بيلي في اوكسيبيتو فرونتاليس العضله اللي ورا، وبعدين ادى البسترو بيلي في دايجاستريك والستايلو هايويد ماسل. ياه صوره رائعه رائعه رائعه. بص بقى ده اللابرانثاين سيجمنت بتاع الفيشيال نيرف اهو، تاني نفسه اول ركبه اهي، هنا الجينيكيوليت جانجليون ده الفيرست جنون 60 درجه، مشي بعد كده اسمه هورزنتال او تمبانيك سيجمنت، على فكره ده البرمونتري وده الاوفال ويندو وده الماستويد انترام ودي اللاترال كانال معايا، فمشي هورزنتال اسمه تمبانيك سيجمنت في الميديال وول اوف ذا انترام، راح نازل فيرتيكال ده السكند جينو اسمه فيرتيكال او ماستويد سيجمنت، راح خارج من الستايلو ماستويد فورامين وبعدين يدخل جوه الباروتيد ويتفرع الى 5 تيرمينال برانشز تمام كده. ده نيرف تو ستابيديوس هنا، وده الكوردا تمباناي هيمشي كده تمام. البرانشز بتاع الفيشال نيرف احنا تقريبا قلناها، الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اهو من الجينيكوليت جانجليون، ده الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي هيروح يغذي اللاكريمال جلاند والنيزل ميوكوزال جلاند علشان النيزل سكريشن واللاكريميشن تمام. وبعدين الهورزونتال سيجمنت ما يديش برانشز، الفيرتيكال سيجمنت بقى، الفيرتيكال سيجمنت اللي هي الماستويد سيجمنت دي يدي نيرف تو ستابيديوس اللي انت رسمت لي جنبه الاستيبس اللي هي الفرمله بتاع الميدل اير اللي هتفرم الاستيبس لما تسمع صوت عالي اللي بنسميها ستابيديا ريفلكس او اكوستيك ريفلكس معايا، يبقى نيرف تو ستابيديوس. بعد كده الكوردا تمباناي اهو يطلع برضو من الفيرتيكال ماستويد سيجمنت، الكوردا تمباناي يعمل جويننج مع اللينجوال وهيروح للتلتين اللي قدام من اللسان يغذيه بالتيست، على فكره التلتين اللي قدام من اللسان بتتغذى اوردينري سنسيشن ترايجيمينال لينجوال اوف ترايجيمينال، وتتغذى تيست كوردا تمباناي اللي هي ماشيه جوه اللينجوال، الفايبرز ماشيه جوه اللينجوال. وبعد كده برضو الكوردا تمباناي يروح للسب مانديبولار والسب لينجوال سليفري جلاند سكريتو موتور تمام. ما تنساش حاجه، اول ما يطلع من الستايلو ماستود فورامين اهو يدي نيرف تو اوكسيبيتال بيلي في اوكسيبيتو فرونتاليس بستيرو بيلي في دايجستريك والستايلو هايويد، ثم يدخل جوه الباروت الجلاند يتفرع الى 5 تيرمينال برانشز اللي هي توتو زوغت بدري مع زوزو اللي هي تمبرال زيجوماتيك بكال مانديبولار سيرفايكال، وفي سنسوري فايبرز قلت لك بيغذي جزء صغير من الاكسيريا ايديترمينيتاس والكونكا. نيجي بقى للايتيولوجي بعد ما شرحنا الاناتومي، والاناتومي ده اهم حاجه على فكره بالكورسز بالبرانشز بالكلام ده. نيجي بقى للفيشيال نيرف باراليسيس ككوزس بقى اللي هو موضوع النهارده. ايه اسباب الفيشيال نيرف باراليسيس الايتيولوجي؟ بص بقى انواع الباراليسيس ان جنرال، اي باراليسيس في الجسم، يا ابر موتور، شوف انا بشاور فين، يا ابر موتور يا لور موتور. يعني ايه ابر؟ يعني فوق الليفل اوف ذا نيوكليوس، الليجن فوق الليفل اوف ذا نيوكليوس. ازاي يا دكتور؟ يعني الليجن في الموتور اريا بتاع المخ
يا البيراميدال تراكت اللي نازل منه، تمام كده؟ يا الموتور اريا بتاع المخ، يا البيراميدال تراكت اللي نازل منه. اما لور موتور الليجن، يا في النيوكليوس يا النيرف نفسه. الليجن يا في النيوكليوس يا النيرف نفسه. يبقى بص بقى الخصها لك لغايه هنا كده، ده اسمه ابر موتور نيورون ليجن. من هنا لغايه تحت ده لور موتور نيورون ليجن. يبقى لو الليجن جت في المخ اللي هي موتور اريا او البيراميدال تراكت اسمها ابر موتور نيورون ليجن، لو الليجن جت في النيوكليوس او النيرف اسمها لور موتور نيورون ليجن. طيب ايه الاسباب بقى؟ بنقول ابر موتور نيورون ليجن اللي هي الليجن اباف ذا نيوكليوس سوبرا نيوكليار، يا موتور اريا يا بيراميدال تراكت، اللي هي هنا او هنا بيراميدال تراكت اللي نازل رايح للنيوكليوس اسمها ابر موتور نيورون اريا، ابر موتور نيورون ليجن. انت عايز تقول لي ان الليجن في المخ او في المخ، ما هو البيراميدال تراكت جوه المخ، يعني كل الجزء ده في المخ، المخ ده اللي هو السنتر بتاعك، يبقى هنسمي الليجن سنترال ليجن. اول مره اقول في المنهج سنترال ليجن. سنترال كوزس اوفيشال نيرف باراليسيس، سنتر يعني المخ، سنترال كوز اوفيشال نيرف باراليسيس. هناخدها تاني سنترال كوز اوف سنسوري نيورال ليرنج لوس، في حاجه تانيه هي نفس الكوزس، الخمسه كوزس. سنترال كوزس اوف فوكال كورد باراليسيس في اللارينكس، سنترال كوز اوفر تايبو، سنترال كوز حاجات كتير قوي. كل ما تذكر كلمه سنترال كوزس هم الخمسه اللي انا هقولهم دلوقتي، وبتضيف عليهم حاجات في الحاجات التانيه وان كان هم الخمسه ثابتين. ايه السنترال كوز الابر موتور نيورون ليجن؟ يعني ايه الحاجات اللي بتيجي في المخ؟ تمام. تروماتيك، تروما في السنتر اللي هي التروما والكار اكسيدنت وضربت لي الموتور اريا بتاع الفيشن. انفلاماتوري في السنتر، مننجايتس انكفاليتس برين ابسس. نيوبلاستيك في السنتر، برين تيومر وداس على الموتور اريا، تمام، ده النيوبلاستيك. يبقى انا قلت تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار. فاسكولار بنلخصها في كلمه ذا، تي اتش اي ذا، اللي هي ثرومبوزس هيموريج امبوليزم. واحد جاله جلطه يا اخي، واحد جاله ثرومبوزس في الموتور اريا وهكذا، يبقى فاسكولار ذا ثرومبوزس هيموريج امبوليزم. واخيرا ميسيلينيوس او ديجنريتيف اللي هي المالتيبل سكليروزس، مرض بيقولوا انه اوتو ميون، وبيقولوا بيقالوا في اسباب كتير قوي. مالتيبل يعني كتير، سكليروزس يعني حاجه زي الفايبروزس، تيبس، تمام. بيصيب البرين بالارياس بتاع المخ بتبقى ريبليسد بديجنريشن، كانه بيحصل له فايبروزس، تمام. وده الله اعلم اوتو ميون ولا الله اعلم ايه، مش معروف السبب، تمام. لو الديجنريتيف اريا دي خدت الموتور اريا بتاع الفيشيال خلاص جاله فيشيال باراليسيس، بس ابر موتور نيورون لان ده في المخ فوق الليفل اوف ذا نيوكليوس. يبقى اذا الابر موتور نيورون ليجن اسبابه يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يا فاسكولار يا ديجنريتيف. معايا؟ ديجنريتيف اللي هو المالتيبل سكليروس، ريبليسمنت اوف ذا برين تيشو بسكلوريتك تيشو. طيب ده الابر موتور نيورون. نيجي بقى للور موتور نيورون اللي هي الليجن في النيوكليوس فما تحت. هنمسح اللي عملناه ده علشان نعرف نشاور، تمام كده. بص بقى اللور موتور نيورون ليجن، يعني الليجن يا في النيوكليوس يا تحت النيوكليوس. النيوكليوس فين؟ الموتور نيوكليوس في البونز اهي. يبقى اول سبب لها بونتاين ليجن، بونتاين ليجن. طب ما البونز يا دكتور جزء من البرين، جزء من المخ، يعني هو نفس الديزيز اللي هتيجي في المخ هتيجي في البونز، يبقى سنترال كوز تاني. بس الكلينيكال بيكشر بتاعتها هنا ايه؟ لور موتور. خلي بالك انا لسه ما شرحتش الكلينيكال بيكشر. يبقى اذا هنا الكلينيكال بيكشر لور موتور نيورون ليجن، بس الاسباب واحده هي اللي هتيجي في المخ اللي هي تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار ديجنريتيف، تمام. يبقى اذا دي البونتاين ليجن. وخلي بالك لما الليجن تيجي في البونز ستة وسبعة هيتضربوا مع بعض، لأن أنا قلت لك في البونز الفايبرز الموتور فايبرز طالعة من النيوكليوس نمرة سبعة تلف حوالين الأبديوسنت نيوكليوس، الاتنين جنب بعض، الاتنين لازقين في بعض، بس أنا برسمهم بعيد علشان يبان. يبقى البونتاين ليجن هي نفس السنترال ليجن. طيب خرج من البونز، امسح اللي أنت عملته ده علشان يبان. خرج من البونز أهو، مشي في السيروبول بونتاين أنجل، تمام. يبقى مشي مع 8 7 و8 في السيربول بونتاين انجل. ايه الحاجات اللي تيجي في السيربول بونتاين انجل؟ قول لي الاربع حاجات المشهورين.
ايه هما الاربع حاجات المشهورين اللي تيجي في سيربول بومبين انجل؟ اكوستيك نيروما في 85% من الحالات، بعدها مننجيوما، اراكنويد سيست، كونجينيتال كوليستياتوما، ولكن الاكوستيك نيروما هي الكومونست. تمام، اكوستيك نيروما بتيجي عند في جلايل نيوريمال جانكشن، تمام، في السيربول بومبين انجل عند الانترنال اوبننج بتاع الانترا اريتري كانال. على فكره اللي انت راسمها لي دي الانترا اريتري كانال، تمام. وفي الحاله دي لو ليجن جت في السيربول بومبين انجل غالبا 7 و8 هيتضربوا مع بعض لان ماشيين في السيربول بومبين انجل. نيجي بعد كده للي بعديها، بعد ما خلصنا السيربول بومبين انجل اللي هي هنا، هتبتدي الانترا اريتري كانال، وبعدين هتبتدي اللابرانثاين سيجمنت، وبعدين هتبتدي التمبانيك سيجمنت اللي هي في الميديال اول اوف ذا ميدل اير، وبعدين هتبتدي الماستويد سيجمنت اللي هي في الماستويد الفيرتيكال، وبعدين يخرج من الستايل الماستويد فور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، استنى عليا، ده من دخوله الانترنال ايديوتري كانال من هنا اهو لخروجه من الستايل ماستويد فورامن، الفيشيال نيرف ماشي في بوني كانال جوه التمبرال بون، والتمبرال بون دي جزء من الكرينيوم، الكرينيوم اللي هي السكال، فبنسميها كرينيال ليجن. شوف القلم هيرسم ازاي، كل دي ماشي في بوني كانال، تمام، وبالتالي اسمها كرينيال كوزس او اوتوجينيك كوزس او اوتيتيك كوزس. ليه اوتوجينيك؟ لان التمبرال بون تبع الاير، اوتوجينيك او اوتيتيك. ليه كرينيال؟ لان التمبرال بون جزء من الكرينيوم اللي هي السكال، وبالتالي بنسميها كرينيال كوزس اوف فيشال نيرف باراليسيس. من دخوله، هعملها لك تاني علشان اللي ما فهمش، من دخوله جوه الانترا اريتري كانال لخروجه للستايلو ماستود فرامين، كل المسافه دي ماشيه في بوني كانال، يبقى كرينيال كوزس. بنلخص الاسباب في كلمه تي تي، تي اي تي اي تي تي. التي الاولانيه تروماتيك، تروماتيك سيرجيكال واكسيدنتال، تمام، تروماتيك وانا بعمل عمليه في الاير، ايه المانع ان انا اعور الفيشال نيرف؟ وانا هاخدها ان ديتيل كمان شويه، تمام، ان ديتيلز. يبقى اذا تروماتيك زي سيرجيكال تروما وانا بعمل كورتيكال ماستيديكتوم وانا بعمل راديكال ماستيديكتوم وهكذا، تمام. ممكن اكسيدنتال تروما، فراكشر بيز اوف ذا سكال بالذات ترانسفيرس تايب، ولكن ممكن تيجي لونجيتودينال بس رير، تمام. يبقى ده التي تروماتيك. الاي انفلاميشن، انفلاميشن في الاير، ما هو كل ده اير تمبرال بون. احنا خدنا الانفلاميشن اللي في الاير اللي تعمل فيشال نير باراليسيس ايه؟ اتنين اوتايتس ترنا واتنين اوتايتس ميديا. مين الشطوره اللي يفكرني بيهم؟ الاتنين اوتايتس ترنا، مالجنا اوتايتس ترنا تعمل سكال بيز اوسومالايتس، فتعمل انفلاميشن عند الستايلوماستود فورامن اللي هي السكال بيز، تروح ضغط على الفيشال نير. دي اول واحده اوتايتس ترنا، واوتايتس ترنا ثانيه فايرال، رامسي هانت سندروم او هيربس زوستر اوتيكاس، بيأفكت جينيكيوليت جانجليون فيعمل لي فيشال نيرف باراليسيس. يبقى دول اثنين اوتا اكسترنا، مالجنا اوتا اكسترنا وهيربس زوستر اوتيكاس اللي هو رامسي هانت سندروم، واثنين اوتايتس ميديا يعملوا لي فيشال باراليسيس. اكيوت اوتايتس ميديا لو في ديهيسنت بولي كانال، الباص هيروح داخل من الديهيسنس ضاغط على الفيشال نيرف، تمام، سبيشال ان تشيلدرن مع فيك درام، تمام، وكان علاجه هناك مايرنجوتومي. ده اول اوتايتس ميديا، يبقى اكيد اوتايتس ميديا مع ديهيسنت بوني كانال. تاني اوتايتس ميديا ده المور كومن، كوليستياتوما ايرودنج البوني كانال، كوليستياتوما هنا وعامله ايروجن للبوني كانال وضغط على النيرف معاه. يبقى اثنين اوتايتس ترنا واثنين اوتايتس ميديا، ده الانفلاماتوري، الاي اللي هي انفلاماتوري. نيجي بعد كده للتي، التي تيومر. ايه التيومرز اللي خدناها في الاير؟ هي اللي بتضغط على الفيشال نيرف، بيناين جلوماس، هتعمل فيشيال باريس لما تضغط على النيرف، او مالجنانت سكوماس سيل كارسينوما، وممكن اكوستيك نيروما بس رير طبعا معايا. يبقى كل التيومرز اللي خدناها، لان احيانا الاكوستيك نيروما تدخل جوه الانتر ايديوتري كانال وتضغط على الفيشيال نيرف، يبقى كل التيومرز اللي خدناها ممكن تعمل فيشيال باراليسيس، وان كان الاكوستيك نيروما رير ان تعمل فيشيال باراليسيس، امال مين اللي هيعملها؟ الجراح وهو بيشيل الاكوستيك نيروما. يبقى تي قلنا تروما، اي قلنا انفلاميشن، تي قلنا تيومر، الاي الاخيره دي بقى هي الكومونست، هي اللي تبتدي بيها يا جماعه، ما تبتديش بالترتيب اللي انا قلته ده. الاي الاولانيه دي ايديوباثيك. ايديوباثيك يعني ايه يا دكتور؟ يعني مش معروف السبب. عارف هو ايه؟ بيلس بولسي،
هي الكومنست كوز للفيشر نيرف باراليسيس. 90% من حالات الفيشر، الكتب كاتبه 90%، بس انا رايي 99%، لكن انت هتكتب زي الكتب. 90% من حالات الفيشر نيرف باراليسيس ايديوباثيك، اللي هي بيلس بولسي، تمام؟ اللي هو صحي من النوم لقى عينه ما بتقفلش وبقه معوج. الله اعلم، بيقولوا دي ايديما في البوني كانال ما يعرفوش سببها، وبالتالي دي ايديوباثيك، يبقى الاي الاخيره ايديوباثيك. لازم تبتدي بيها، لازم تبتدي بالايديوباثيك، تمام؟ يبقى تيتي ده كرينيال كوزز، تيتي الاي ايديوباثيك والاي انفلاماتوري، والتي الاولانيه تروماتيك والتي الثانيه تيومر. خلاص، ده الكرينيال كوزز تيتي. طيب احنا ماشيين بالترتيب، خلي بالك، طلع من الستيرومستوت فورمن بقى كده اكسترا كرينيال. ايه الاسباب الاكسترا كرينيال؟ اللي هي مين اللي معظمها باروتيد ليجن، تمام؟ هنشيل كلمه اللي كانت في تيتي انترا كرينيال، هنشيل الاي الاخيره اللي هي ايديوباثيك، لان ايديوباثيك معناها اديما في البوني كانال، هو طلع اكسترا كرينيال ما فيش بوني كانال، يبقى هنشيل الاي، يبقى تي اي تي تيت، تمام؟ تيت ده اللي هو ايه؟ تي اي تي التي تيومر في الباروتيد، ما هو دخل جوه الباروتيد دلوقتي اكسترا كرينيال، يبقى التي تيومر، والاي انفلاميشن، والتي تروما. التي مثلا تيومر، تيومر في الباروتيد طبعا، مين لي المالجنت تيومر، تمام؟ زي الميوكوبيدرمويد كارسينوما والادينويد سيستيك كارسينوما وهكذا. على فكره انت خدت في الباثولوجي في سنه ثالثه السنه اللي فاتت ان الادينويد سيستيك كارسينوما لها حاجه اسمها بيري نيورال سبريد، بتسبريد عن طريق النيرف شيس. الله، تم لو جت في الـ في الـ في الباروتيد جلاند اللي هي تيومر اوف ذا سليفري جلاند، ادينويد سيستيك كارسينوما، ممكن تسبريد عن طريق النيرف شيس، تدخل في النيرف شيس وتعمل لي فيشال نيرف باراليسيس، تمام؟ يبقى اذا الادينويد سيستيك كارسينوما والميكوبيدرمويد كارسينوما وهكذا، تمام؟ ده تيومر في الباروتيد. الاي انفلاميشن في الباروتيد، صعب باروتايتس تعمل فيشال نيرف باراليسيس، مش للدرجه دي، ده احنا معظمنا جاله باروتايتس وهو صغير، وبالتالي كان كلنا جيلنا لا قدر الله فيشال باراليسيس. امال الانفلاميشن في الباروتيد اللي هو ايه بقى؟ بص بقى، في مرض اسمه ساركويدوزيس بيسموه نان كازيتنج تي بي، اللي هو بيأفكت ريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي مفوق التشو والليفر والسبلين. فالباروتيد جلاند ما بين الكبسول بتاع الباروتيد بره والباروتيد تشو في باروتيد لمفنود اللي هي البري اريكولار لمفنود او الباروتيد لمفنود. فلما بتبقى انفليمد في الساركويدوزس ممكن تضغط على الفيشال نيرف تجيب فيشال باراليسيس. يبقى اذا ساركويدوزس انفلاماتوري ساركويدوزس. اخر حاجه اللي هي تروماتيك في الباروتيد، تروما في الباروتيد سيرجيكال، وانا بعمل عمليه في الباروتيد ممكن اعور الفيشال نيرف. ده يا اخي، ده احنا احيانا نيجي نشيل مالجنت تيومر من الباروتيد نلاقي الكانسر ماسك في النيرف، لازم تكون ممضي العيان على كونسنت انك ممكن يجي لك فيشال باراليسيس. يبقى سيرجيكال وانا بشيل تيومر من الباروتيد، او اكسيدنتال استاب في الباروتيد، طعنه في الباروتيد معايا. يبقى ده الاكسترا كرينيال، الاكسترا كرينيال معظمه باروتيد ليجن اللي هي تي اي تي، تي تيومر، اي انفلاميشن اللي هو ساركويدوزس، التي تروما. طيب ميسيلينياس كوزس بقى، ايه الميسيلينياس كوزس اللي ممكن تعمل لي فيشال نيرف باراليسيس؟ والله يا دكتور انت ممكن تالفها بريفرال نيورايتس، واحد عنده دايابيتس وجاله بريفرال نيوروباسي. طب ما هو الفيشال نيرف رير ان يتاثر بالبريفرال نيوروباسي لان ده موتور نيرف، انا معاك السنسوري يتاثر اكتر، بس ممكن حاجه اسمها جيان باري سندروم. ايه جيان باري سندروم ده؟ جيان باري سندروم ده بيسموه السنك بولي نيورايتس، بيعمل باراليس من تحت لفوق، الله اعلم ده اوتو اميون ولا فايرال انفكشن، تمام؟ فلما يوصل للفيشال الجيان باري سندروم ده هيروح عامل لي فيشال نيرف باراليسيس، تمام؟ في حاجه بقى اسمها ميلكرسون روزنتال سندروم، انا اتشرفت باني شفت ثلاث حالات منها، الله اعلم ده اوتو اميون ولا ايه، بس الميلكرسون روزنتال سندروم ده انا بسميه ديزيز اوف 4F، 4F اللي هو ايه بقى؟ ال 4F دول ميلكرسون روزنتال سندروم. بص بقى، ديزيز اوف 4F، اول F فيشال باراليسيس اللي هو موضوع النهارده، يجيب فيشال باراليسيس. تاني F فاميليال، في بوست الفاميلي هيستوري تلاقي بابا عم وخال وهكذا فاميلي هيستوري. تالت F فيشر دي تانج، لسانه مشقق بيسموه سكروتال تانج. رابع F فيشيوليبيال إديما، إديما في الفيس واللب، هي تيجي كده، تمام؟ اللي هو ميلكرسون روزنتال سندروم، تمام؟ يبقى ده اللي هو ميسيلينياس. يبقى دي اسباب الفيشال نيرف باراليسيس ان جنرال.
قسمناها ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون، واللور موتور نيرون مسكنا كل جزء جزء، يا اما في البونز يا اما في السيربول بروتان انجل يا اما كرينيال من دخوله الانتري اليوتري كانال والهورزونتال سيجمنت والمصويد سيجمنت لخروجه من الاستار والمصويد فرامل، يا اما اكسترا كرينيال معظمها باروتد يا اما ميسيلينياس. نيجي بعد كده بقى للكلينيكال بيكشر بتاع الفيشال نيرف باراليسيس. انا دكتور اي ان تي، وبالتالي انا ماليش دعوه بالابر موتور نيرون باراليسيس، انا ليا دعوه باللور موتور نيرون باراليسيس، ده بتاع انا، ده تخصصي انا. اما الابر موتور نيرون ده تخصص النيورولوجي، ماليش دعوه بيه. ايه الكلينيكال بيكشر بتاع اللور موتور نيرون فيشيال باراليسيس؟ ما تيجي نفتكر العضلات، العضله اللي بترفع الحواجب اسمها فرونتاليس، هي اللي بتليفيت الاي براوز. العضله اللي بتقفل العين اوربيكولاريس اوكيولاي، اللي بتعمل كلوجر للاي، تمام. العضله اللي بتخليك تضحك او ريتراكشن للانجل اوف ذا ماوس رايزوريس، او انا هدلعها واسميها ريتراكتور انجولاي، ريتراكتور انجولاي. العضله اللي بتخليك تضم شفايفك اللي اسمها سفنكتر اوريس او اوربيكولاريس اوريس كده، تخليك تصفر، او عضله البوس اللي هي اوربيكولاريس اوريس، تمام. اما العضله اللي بتخليك تنفخ خدودك او تخلي الخد ان كونتاكت مع السنان وقت الاكل علشان الاكل ما يتجمعش في البكال سالكس اسمها باكسينيتور، دي باكسينيتور، تمام. طيب لما يحصل باراليسيس للفرونتاليس ما يقدرش يرفع حواجبه، يحصل باراليس اوربيكولاريس اوكيولاي ما يقدرش يقفل عينه، يحصل باراليس للريتراكتور انجيولاي يجي يضحك الناحيه السليمه تشد. خلي بالك وانا بضحك كده، بص وانا بضحك كده، دي بتشد ناحيتها ودي بتشد ناحيتها، الريتراكشن الانجل اوف ذا ماوس. طب لو الناحيه دي مشلوله السليمه هي اللي تشد، تلاقي البق معوج الناحيه السليمه، تمام. يبقى اذا السيمتوم بتاع العيان، اعراض المريض، ان ابيليتي تو كلوز ذا اي، مش عارف يقفل عينه، ومراته تيجي تقول لك ايه طول الليل نايم عينه مفنجله، طب ما هو ممكن يجي له كورنيال انسريشن ودراينس من الاكسبوجر للهواء. ديفيجن الماوس، يا دكتور انا بكلم حد او بضحك او بعمل اي انفعال البق بيتعوج الناحيه السليمه، لان زي ما قلت لك دي بتشد كده ودي بتشد كده، دي اتشلت فالسليمه هي اللي تشد، تمام. طيب accumulation of food behind the cheek، الاكل يقع ما بين خده والسنان من جوه، تمام. accumulation لان الباكسينيتور اتشلت، وفي الايرلي ستيجز ممكن تزود واحده dribbling of saliva من الانجل اوف ذا ماوس، لان السفنكتر بتاع البق اللي هي الاوربيكولاريس اوريس اتشلت، فما عادش عارف يقفل بقه كويس، وبالتالي الانجل دي مشلوله فتنزل سلايفا طول ما هو بيتكلم او بياكل، يبقى دريبلنج اوف سلايفا من الانجل اوف ذا ماوس، بس دي بيحصل لها كومبنسيشن بعد شويه. يبقى ده السيمتومز، ان ابيليتي تو كلوز اي وديفيجن للماوس للهيلثي سايد، ان ابيليتي تو كلوز اي على الديزيز سايد، ديزيز اي هي اللي ما بتقفلش، ديفيجن للماوس للنورمال سايد للهيلثي سايد، اكيوميشن اوف فود بيهايند ذا تشيك برضه اون ذا ديزيز سايد الافكتد سايد، ودريبلنج اوف سلايفا من الديزيز سايد من الانجل، تمام. نيجي للساينس بقى اللي هو الاكزامينشن. انسى خالص ان انا دكتور اي ان تي، تخيل ان انا دكتور نيورولوجي، انا دلوقتي قدامي حاله باراليسيس فاعتبرني دكتور نيورولوجي. دكتور النيورولوجي لما بيجي يكشف بيعمل ايه؟ اولا انا رايح له اقول له ايه؟ دراعي ده مش قادر احركه مشلول، فيقول لي ايه؟ عري دراعك علشان يبصوا على العضله هي اتروفيك ولا مش اتروفيك، البصه دي اسمها انسبكشن. وبعدين يقول لي ما تزق ايدك عليا وتشد، وبعدين تزق ايدي العكس، دي اسمها الموتور باور، موتور باور. وبعدين يجيب الشاكوش بتاعه ويقعد يخبط، تمام، علشان يعمل الجيرك ريفلكس. انا هتخيل، انا مش هجيب بسيره الجيرك ريفلكس ولا حاجه، بس انا هتخيل نفسي دكتور نيورولوجي وهعمل انسبكشن للوش وهعمل الموتور باور، اللي هو بدل ما اقول له شد ايدي عليك وزق ايدي ناحيتي، لا انا هقول له ايه؟ ارفع حوابك، اقفل عينيك، وريني اسنانك، وهكذا. ده الموتور باور. يبقى الانسبكشن النظره، بص للرسمه اللي قدامك. اولا لوس اوف كوريوجيشن اوف ذا فور هيد، كان في هنا زمان كوريوجيشن زي الناحيه الثانيه، تمام. شوف الكوريوجيشن بتاعتي باينه ازاي، عوامل الزمن ما بتلاقيهاش في سنك يا صغير انت، علشان لسه ما جالكش كوريوجيشن كويس، لانك لسه ما شقتش في حياتك، تمام. لكن معظم الناس بيكون عندهم كوريوجيشن، هتبقى لوست على البارالايز سايد. ليه؟ على فكره ده كده، ده البارالايزد، ده البارالايز سايد الناحيه دي. ليه؟ لان حصل لوس للطول بتاع الفرونتاليس،
وبالتالي بتبقى ملساء، يبقى لوس للكوريوجيشن بتاع الفور هيد. تمام. طب ما هو في كوريوجيشن تاني هنا اسمه نيزو ليبيال فولد ما بين النوز والليب، نيزو ليبيال. تمام، اهو فولد، هو معمول بايه؟ بالطول بتاع السوبرا ليبيال ماسل، هيحصل له لوس هو كمان، اسمها اوبليتريشن للنيزو ليبيال فولد. اهي اوبليتريتد اهو، شوف الناحيه الثانيه جامد ازاي. تمام، يبقى اوبليتريتد، خلاص اوبليتريشن للنيزو ليبيال فولد. وبعدين يا دكتور ديفيجن للماوس تو ذا هيلث سايد، طول ما هو بيكلمك بقه معوج الناحيه السليمه، بقه معوج الناحيه السليمه، لان وانا بتكلم دي بتشد كده ودي بتشد كده. تمام، ناحيه اتشلت فالسليمه هي اللي تشد، يبقى ديفيجن الماوس تو ذا نورمال سايد. وبعدين وهو بيكلمك برضه دريبلنج اوف سلايفا من الانجل اوف ذا ماوس، يعني ده سيمتوم وساين، كل ده سيمتوم وساين. تمام، اللي هو الاثنين الاخرانيين دول اللي هو ديفيجن للماوث ودريبلنج اوف سلايفا، سيمتوم وساين، يعني انا هيشتكي بيها وانا شايفها. نيجي بقى للموتور باور، خمس اسئله يكونوا محفوظين بالعربي، خمس اسئله يكونوا محفوظين بالعربي تقولهم لاي عيان في الشنر باراليسيس. اول حاجه ارفع حوضك لفوق، اليفيشن اوف اي براوز، ما يقدرش على الناحيه البارالايزد. تاني حاجه اقفل عينيك، زر عينيك ومنعنا من ان افتحهم عشان تشوف الموتور باور، ما يقفلش، ما يعرفش يقفلهم. تمام، صفر انفخ، صفر انفخ، ده الاكشن بتاع مين؟ الباكسينيتور اوربكولاريس اوريس. صفر هيجي صفر يعمل كده، ما يعرفش. انفخ هيجي ينفخ كده، الهواء يطلع من الانجل المشلوله يعمل كده، ما يعرفش. انفخ صفر، وبعدين وريني اسنانك بدل ما تقول له اضحك. ده واحد جاي لك بشلل في العصب السابع، هتقول له اضحك؟ هيقوم يزعق لك، اضحك ايه وانا جاي اهزر؟ لا، قول له حاجه سيميلر للضحك اللي هي ايه، وريني اسنانك، شغل له الريتراكتور انجيول اي، وريني اسنانك، هيعرف يوريك الناحيه السليمه، المشلوله مش هيعرف يوريها لك. يبقى اذا خمس اسئله يكونوا محفوظين بالعربي، ارفع حوابك لفوق، الاكشن بتاع الفرونتاليس، اقفل عينيك ومنعنا من ان افتحهم، لو زر على عينيك اوربكولاريس اوكيولاي، وريني اسنانك ريتراكتور انجيولاي، انفخ صفر الباكسينيتور والاوربكولاريس اوريس. كل ده مش هيقدر يعمله، لا هيقدر يرفع حواجبه ولا هيقدر يوريك سنانه ولا هيقدر يقفل عينه وبالذات جامد لو حاولت تفتحها. تمام، ولا هيقدر ينفخ ولا يصفر، ان ابيليتي على البارلايز سايد. طبعا بص العيان ده وهو بيتكلم، شوف الفيديو ده جميل قوي. على فكره الناحيه دي المشلوله، هنا المشلوله البارلايزد، ودي النورمال، الان نورمال. تمام، الناحيه النورمال بيتحرك، الحاجب بيعلى ويوصل اهو، وخلي بالك البق معوج ناحيه الناحيه النورمال اهو. تمام كده، قلت العينه دي ارفع حبك لفوق، ده الاكشن بتاع الفرونتاليس، زر على عينيك جامد ومنع عيني من ان افتحهم، الاكشن بتاع الاوربكولاريس اوكيولاي، وريني اسنانك ريتراكتور انجيولاي، مش هينفع في الصور نقول انفخ صفر. بص الماسلز دي كده الاوربكولاريس اوريس، الريتراكتور انجيولاي، وهنا الباكسينيتور وباكسينيتور، هنا الفرونتاليس اهي، ودي الاوربكولاريس اوكيولاي. تمام، شوف الاكشن بتاع الريتراكتور انجيولاي وهي بتعمل كده، وده الاكشن بتاع الاوربكولاريس اوريس وهي بتعمل كده. تمام، شوف الاكشن بتاع الباكسينيتور مع الاوربكولاريس اوريس وهي بتنفخ وتصفر. هو ده يا جماعه الفيشيال باراليسيس. تمام، دي الناحيه النورمال، دي الناحيه البارالايزد. ايه اللي انت شايفه؟ البق معوج من الناحيه النورمال. تمام، في هنا كوريوجيشن في النورمال، مفيش هنا خالص. النيزو ليبيال فولد لوست اوبليتريتد، اما في النورمال لا ده باين اكسجريتد. تمام، احنا شرحنا خلاص الاكشن بتاع الفيشيال ماسل، نراجعها بسرعه. فرونتاليس بترفع الحواجب، اوربكولاريس اوكيولاي بتقفل العين، الباكسينيتور والاوربكولاريس اوريس بتنفخ وتصفر، الريتراكتور انجيولاي بتاع ريتراكشن اوف ذا انجل او بتاع الضحك.
طيب ايه الفرق بقى بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن؟ ما انت لازم تقولهم لي كسمري بقى علشان تحفظني، يعني انا كدكتور اي ان تي لازم اعرف الفرق بينهم. اه الابر موتور مش تبعي، تبع نيورولوجي، بس لازم تقوله لي. تمام. بص بقى، لو الموتور اريا اتضربت فوق ده اسمه ابر موتور نيورون، فوق الليفل اوف ذا نيوكليوس في المخ او في البيراميدال تراكت، يعني في المخ. تمام. الباراليسيس بيبقى في اللور، في اللور هاف اوف ذا فيس اوبوزيت سايد. اولا اوبوزيت سايد ليه؟ علشان الكروسنج، لان الموتور اريا دي بتغذي النيوكليوس العكس، والموتور اريا دي بتغذي النيوكليوس العكس. فلو حصل ليجن في الموتور اريا اليمين البرالس يبقى شمال، حصل ليجن في الموتور اريا الشمال البرالس يبقى يمين. اظن دي اتفهمت. يبقى اون ذا اوبوزيت سايد لو الموتور ابر موتور نيورون ليجن. طب امال ليه في اللور هاف اوف ذا فيس اونلي في الابر موتور نيورون؟ لان يا جماعه الابر هاف اوف ذا فيس بيتغذى بالناحيتين ابر. سبحانك يا رب. انت فاكر المثل اللي بيقول العين عليها حارس؟ الناس بيقولوا كده، المثل بيقول كده العين عليها حارس. عارف المثل ده جه منين؟ العين عليها حارس ان العين في النص اللي فوق من الوش. فسبحانك يا رب، العين واخده انرفيشن من الناحيتين ابر، من الناحيتين موتور اريا. تخيل بقى، وعلشان واخده من الناحيتين موتور اريا، لما موتور اريا واحده تتشل ما تشلش العين، لان العين اليمين واخده من الابر شمال ويمين، والعين الشمال واخده من الابر شمال ويمين برضو. تمام. وبالتالي بص بقى، الابر لما يحصل هنا يشيل الاوبوزيت سايد لور هاف اوف ذا فيس اونلي، يحصل هنا يشيل الاوبوزيت سايد اوف ذا فيس لور هاف اونلي. تمام. لان الابر هاف واخد من ناحيتين. تمام كده. بينما وهحفظكم الحته دي كمان شويه، بينما لو حصل لور موتور نيورون ليجن، يعني النيرف نفسه اللي اتضرب او النيوكليوس لما بيغذي نفس الناحيه بتاع الوش، يبقى سيم سايد. لو ابر اوبوزيت، ابر اوبوزيت، بصوا الحركه دي، اما لور سيم سايد، يبقى سيم سايد اوف ذا فيس. اه وكل الوش، يعني لما اخذ النيرف ده اتقطع يشل الابر هاف واللور هاف، يشل الاثنين اون ذا سيم سايد. اما لو الابر اليمين اتشل يشيل اللور هاف اون ذا اوبزيت سايد. تمام كده. طيب ده بالنسبه للابر واللور موتور نيورون ليجن. طيب نيجي بعد كده للايموشنال موفمنت. ايه الايموشنال موفمنت دي؟ الايموشن يا جماعه دي احساس عالي جدا جدا جدا، للاسف انت فقدته اول ما دخلت طب، ما عدتش بتستمتع بحاجه. الايموشنز دي مش يعني ابتسامه او ضحكه او بتاع، لا 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 لا، ده احساس عالي جدا. انا ببص لفلان كده اقول الواد ده بيحبني، واحد تاني لا الواد ده بيكرهني. تمام. الواد ده وشه مكفهر، وهكذا. ده اللي هو الايموشنز. الايموشنز دي جايه من الابر موتور سنترز، من حاجه اسمها الاكسترا بيراميدال سيستم. اكسترا بيراميدال سيستم معايا؟ بص بقى، ده الموتور اريا في الابر، ينزل بيراميدال تراكت، يعدي على النيوكليوس. تمام. وبعدين يغذي الفيشيال ماسل. الاكسترا بيراميدال سيستم بقى هرسمه بالازرق اهو، ده الاكسترا بيراميدال سيستم في المخ، ينزل منه الاكسترا بيراميدال تراكت، يعدي على النيوكليوس، وبعدين يمشي في النيرف علشان يغذي الوش بالاموشن. طب ايه رايك لو الموتور اريا اللي اتضربت هنا، الموتور اريا اتضربت لسه الاموشن سليم؟ تمام. الموتور اريا اتضربت يبقى لسه الاموشن سليم، بينما لان ضرب كده البيراميدال سيستم. بينما لو اللور موتور هو اللي اتضرب، النيرف نفسه اللي هو ده كده شل البيراميدال والاكسترا بيراميدال، فما عادش ايموشنز. تمام. وبالتالي الايموشنز بتبقى موجوده في الابر موتور نيورون، بتبقى لوست، لان النيرف فايبرز نفسه باظت اللي ماشي فيها ايموشن وموتور فايبرز. تمام كده. على فكره الايموشنز دي اكتر مثال ليها، تلاقي العواجيز فقدوا الايموشن بالسن. تلاقي الطفل وهو صغير وهو بيتحرك ماشي يعمل كده ومهيص، الاكسترا بيراميدال سيستم بتاعه بيبقى قوي جدا.
نفس الطفل ده لما يكبر تلاقيه ماشي عامل كده وهو صغير، مفيش اي ايموشن ولا بيحرك ايديه ولا بتاع. دخلت في الشفوي لدكتور شاب لقيته عمال يزعق ويتحرك ويعمل، الايموشن بتاعته جامده، الاكسترا بيراميدال بتاعه شغال. بعد كده لو دخلت لهذا الشخص بعد 20 سنه بعد ما عجز تلاقيه قاعد ساكت ومفيش عنده ايموشن، وتقول عليه ماسك فيس. يا عم ده انا دخلت الراجل عجوز في الشفا وماسك فيس، ولا اعرف انا جاوبت صح ولا غلط، لان الاكسترا بيراميدال سيستم بيعجز بدري بدري. تمام؟ يبقى اذا الايموشن لو الابر موتور نيورون سيستم اتضرب، ابر موتور نيورون ليجن، الايموشن ستيل شغال لان النيرف ماشي فيه لسه الاكسترا بيراميدال فايبرز. طيب نيجي بقى للماسل تون. الماسل تون اللي هو الهايبرتونيا او الهايبوتونيا. بص بقى، الابر موتور نيورون ليجن لو حصلت، لو حصل ابر موتور نيورون باراليسز التون يزيد. احفظها، ابر هايبر لور هايبو. ليه؟ لما حصل تملي المخ بيصبرس التون بتاع العضلات، ده القانون، المخ بيصبرس التون، المخ اتشل اللي هو الابر موتور نيورون فالتون يزيد. يا اخي انت في البيت باباك هو الابر وانت اللور، انت اللور لباباك، فباباك بيصبرس يو تملي، اوعى تتاخر في البيت بعد بره بعد الساعه 10، ابهدلك، اوعى تخرج وتتاخر. تمام؟ باباك موجود، انت صبرست، التون بتاعك قليل، باباك سافر اسكندريه وسابك معايا، فانت هايبرت دلوقتي مفيش ابر. نفس الكلام لما يحصل ابر موتور نيورون ليجن يحصل هايبرتونيا، التون يزيد، بينما في اللور موتور نيورون ليجن التون يقل، لور هايبو هايبوتونيا. تمام؟ كذلك الريفلكسز، الابر موتور نيورون هايبر ريفلكسيا واللور موتور نيورون هايبر ريفلكسيا، نفس الكلام. نيجي بقى للهيمبليجيا. الهيمبليجيا اللي هو شلل نصفي، بذمتك مين اللي يحصل له شلل نصفي؟ اللي جاله ليجن في المخ ولا اللي جاله ليجن لور موتور في النيرف؟ طبعا اللي جاله ليجن في المخ هو اللي نص جسمه هيتشل هيمبليجيا، وبالتالي الابر موتور نيورون ليجن يتشل الاوبوزيت سايد اوف ذا فيس هيمبليجيا، الاوبوزيت سايد اوف ذا بودي هيمبليجيا. يعني سبحان الله، الابر موتور نيورون ليجن تشل اللور هاف اوف ذا فيس اوبوزيت سايد وتشل نص الوش هيمبليجيا. وعلشان كده اللي عنده ابر موتور نيورون ليجن تلاقيه ماشي في الشارع عنده حاجه اسمها سيركمدكشن جيت، تلاقيه وهو ماشي بيشيل رجله ويحركها كده سيركمدكشن، وايده نفس الكلام عنده حاجه اسمها سيركمدكشن جيت، ده الابر موتور نيورون. اما اللور موتور نيورون اللي هي النيرف بس اللي اتشال ولا حاجه، جسمه ماشي عادي جدا. تمام؟ ده قصه الابر واللور وهنفهم كمان شويه تاني. بص بقى، دي كده الانرفيشن صوره جميله قوي 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 قوي. بص ده كده الموتور اريا بتاع الشمال، وده الموتور اريا بتاع اليمين. اليمين رسمت الشمال بالاحمر واليمين بالازرق زي ما انت شايف، ماشي. خلينا نلعب على الناحيه الشمال. الموتور اريا الشمال راحت مغذيه النيوكليوس اليمين ابر ولور هاف. النيوكليوس دي لو كبرت المنظر ده اهي، لها ابر هاف ولور هاف، الحته دي كبرتها اهي، ابر هاف ولور هاف. الابر واللور هاف واخدين من الناحيه الشمال بتاع الاوبوزيت سايد، هي دي كده بتاع الرايت، تمام كده؟ واخدين من الشمال بتاع الاوبوزيت سايد، ماشي الكلام؟ وكمان واخد ازرق من نفس الناحيه الابر هاف اهي، ايه رايك؟ اهي واخد ازرق من نفس الناحيه. اذا الابر هاف اوف ذا نيوكليوس احمر وازرق، ازرق اهو واحمر اهو، واخده من الرايت واخده من الليفت، بينما اللور هاف اوف ذا نيوكليوس واخده من الاوبزيت بس، احمر بس. سبحان الله يا اخي. يبقى ده النيوكليوس بتاع الناحيه اليمين، النص اللي فوق بتاعها واخد احمر وازرق، والنص اللي تحت بتاعها واخد احمر بس. طبعا النص اللي فوق بتاع النيوكليوس هيغذي النص اللي فوق من الوش، والنص اللي تحت بتاع النيوكليوس هيغذي النص اللي تحت من الوش. شوف النص اللي تحت من الوش احمر بس اهو، احمر بس، بينما النص اللي فوق من الوش احمر وازرق، يبقى واخد من ناحيتين احمر وازرق، يبقى الابر هاف اوف ذا فيس احمر وازرق.
بينما اللور هاف اوف ذا فيس احمر بس. وصلت اللعبه؟ يبقى اللور هاف اوف ذا فيس واخد من الاوبوزيت سايد اونلي، بينما الابر هاف اوف ذا فيس واخد من الاثنين ابر، وعلشان كده الابر لما يتضرب يشيل الاوبوزيت سايد لور هاف بس، لان الابر واخد من لان الابر هاف اوف ذا فيس واخد من الناحيتين. تمام كده؟ طيب detection of the level of paralysis، يعني ايه detection of the level of paralysis او topographic diagnosis؟ topographic diagnosis، topographic diagnosis انا عايز لما يجي لي واحد عنده facial nerve paralysis عايز احدد الليجن فين، يا ترى الليجن upper motor neuron ولا في السيروبولبونتاين انجل ولا حتى قبلها في البونز بونتاين ولا في الانتريك يوتري كانال ولا في الماستويد سيجمنت ولا في الباروتيد. انا عايز احدد، دي اسمها detection of the level of paralysis او topographic diagnosis. والله يا دكتور لو العيان جاي لي بهيمبليجيا in the opposite side وcircumduction gate يبقى اذا وparalysis في اللور هاف اوف ذا فيس اونلي والعين سليمه يبقى ده ابر موتور نيورون ليجن انتهت. تمام كده؟ يبقى الابر موتور نيورون ليجن هيبقى الparalysis في اللور هاف اوف ذا فيس مع هيمبليجيا، يبقى ده انا شخصته. طب امال لو اللور موتور نيورون ليجن بقى؟ لا ده توتال فيشال باراليسيس، كل الوش مشلول اون ذا سيم سايد اوف ذا ليجن. تمام؟ يعني مثلا كوليستياتوما في الودن اليمين هتشيل الناحيه اليمين لان ده لور موتور نيورون، اما برين تيومر في الناحيه اليمين يشيل اللور هاف اوف ذا فيس على الناحيه الشمال. طيب لو جالي عيان لور موتور نيورون ليجن، الليجن ممكن تبقى فين؟ ممكن تبقى في البونز، ممكن تبقى في السيروبول بونتاين انجل، ممكن تبقى في الانترا يوتري كانال، ممكن تبقى في عند الجينيكيوليت جانجليون، ممكن تبقى بعد الجينيكيوليت جانجليون في الحته دي، ممكن تبقى عند قبل الستايلوماستود فرامن، ممكن عند الستايلوماستود فرامن، ممكن بعد الستايلوماستود فرامن. انا عايز اعرف الليجن فين. تمام دي اهم حته في الفيشال نيرف بقى. بص لو الليجن بونتاين 7 و8 يضربوا مع بعض، 7 و8 يضربوا مع بعض ويبقى في حاجه اسمها بونتاين مانيفيستيشن. خلي بالك من حاجه، 7 و8 يضربوا مع بعض اهم لانهم قريبين من بعض قوي، بس انا برسمهم بعيد شويه علشان ابينهم. بس خلي بالك السليفري فايبرز لسه سليمه في الابر بارت بتاع المظله تقريبا، السوليتري فايبرز لسه سليمه. تمام؟ يبقى اذا العيان ده هيبقى عنده 7 و8 باراليسز. تمام؟ 7 و6 اسف، 7 و6 باراليسز اللي هي الابديوسنت باراليسز يعني، وعنده حاجه اسمها بونتاين مانيفستيشن اللي هي البين بوينت بيوبل والحاجات بتاع البونز. تمام؟ واللاكريميشن والتيست والسلايفيشن سلام نورمال. ليه؟ لان السوليتري نيوكليوس سليمه والسبيرو سليفري نيوكليوس سليمه وبالتالي كله سليم. بس الاستابيديا ريفلكس ده موتور ورايح للاستابيديس، لا ده لوست، يعني لما سمعوا صوت عالي ما يحصلش كونتراكشن للاستابيديس لان ده موتور، يبقى ضرب الموتور نيوكليوس اللي في البونز. تمام؟ طيب دي اول حاجه، لو بونتاين ليجن يضرب كل الموتور لكن هيسيب السوليتري وهيسيب السليفري، تيست سلايفيشن لاكريميشن سلام لانهم تحت. طيب لو في السيروبول بونتاين انجل او الانتريا يوتري كانال، لو في الحته دي، بص لو في الجزء ده 7 و8 اتضربوا مع بعض لان ماشيين في الانتريا يوتري كانال والسيروبول بونتاين انجل، يبقى 7 و8 اتضربوا مع بعض، يبقى مع الفيشال باراليسيس هلاقي فيه كام؟ 8 سنسوري نيورال هيرنج لوبس اوفر تايبو. طيب لما ده اتضرب اللي هو الانتريا يوتري كانال والسيروبول بونتاين انجل، مين اللي لسه سليم؟ ولا واحد. اللاكريميشن لوست. تمام؟ السلايفيشن لوست، التيست لوست، الاستابيديا ريفلكس لوست، كله. تمام؟ طيب ومعاها 8 قلنا. لما نيجي للجينيكيوليت عند الجزء ده مين اللي فلت؟ 8 خلص جوه الفيستيبول والكوكليا. تمام؟ 7 هو اللي خارج لوحده، يبقى اذا 8 سليم عند الجينيكيوليت، 8 سليم. لكن اللاكريميشن والتيست والسلايفيشن والستريد ريفلكس لوست،
لكن 8 سليم، مختلف عن اللي قبليه في كده. لما نيجي للي بعدها بعد الجينيكوليت، يعني لو اتضرب هنا مين اللي فلت؟ الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف اللي رايح للاكريميشن، يبقى اللاكريميشن سليم لو بعد الجينيكوليت، تمام؟ اللاكريميشن سليم. بينما التيست اللي هو ده كوردة تمبراي والاستاميجا ريفلكس والسلايفيشن اللي هو برضو كوردة تمبراي، كل ده لوست، تمام؟ يبقى لو بعد الجينيكوليت كل اللي بعد الجينيكوليت مشلول بس اللاكريميشن سليم. لو اكسترا كرينيال بقى، لو اكسترا كرينيال مثلا هنا عند الستايلوماستود فورامين اللاكريميشن انا اسف السلايفيشن سليم والتيست سليم واللاكريميشن سليم والاستابيديا ريفلكس سليم، لو هو اكسترا كرينيال هنا عند الستايلوماستود فورامين، امال مين اللي مشلول؟ عضلات الوش والباقي كله سليم. هو ده اللي اسمه توبوجرافيك دايجنوزيس، يعني بديتكت الليجن اوف باراليسيز. سمري للي فات، بص بقى لو هو في البونز يضرب 6 معاه وموتور بس، لان السلايفيشن ولان السلايفيشن اهو والتيست اهو واللاكريميشن تبع السلايفيشن معايا. اما لو اتضرب في السيروبول مونتاين انجل او الانتريوريتري كانال هيضرب 8 معاه وكله لوست سلايفيشن لاكريميشن و و و. طيب لو ضرب عند الجينيكوليت جانجليون 8 فلت من الموضوع خلص والباقي كله لوست. لو ضرب بعد الجينيكوليت الجريتر سوبرفيشال بتروسل بتاع الاكريميشن سليم، تمام؟ لو ضرب اكسترا كرينيال يبقى فيشال باراليسيس موتور اونلي والباقي كله اللي قبليه سليم، تمام كده؟ ارسم بسرعه الرسمه اللي رسمناها من شويه. الحته دي مهمه علشان كده بعيد وازيد فيها. ده البونز المدله اوبلونجاتا وخرجت من السباينال كورد فورامين ماجنوم، وهنا السيربيلم بيحوط عليها، يبقى دي السيربيلم بتاع الانجل. بص بقى دي النيوكليوس الموتور نيوكليوس، الفايبرز طلعت لفت حوالين الابديوسنت نيوكليوس، دي الابديوسنت نيوكليوس، وبعدين مشي 7 و8 مع بعض دخلوا الانترا اليوتري كانال، 8 انتهى جوه الانر اير هنا رسمته جوه الكوكليا، وبعدين 7 كمل، دي الفيرست جينوم مشي فيرتيكال، مشي تانى نفسه 60 درجه اكيوت انجل، مشي هورزنتال فوق البرومونتري تانى نفسه تاني درجه اللي هي السكند جينوم، وبعدين مشي كمستويد سيجمنت طلع من الستايل مستويد فورمن، خرج دخل جوه الباروت الجلاند اتفرع الى 5 تيرمينال برانشز. طيب لو البونز اتضرب 7 و8 7 و6 اسف يتضربوا مع بعض، وطبعا السلايفيشن والتيست واللاكريميشن سلام زي ما انا رسمتهم كده، تمام كده 6 و7 بس وبونتاين مانيفستيشن. طب ايه رايك لو السيروبول بورتاين انجل اتضربت او الانتري اليوتري كانال 7 و8 يتضربوا مع بعض وكل حاجه لوست؟ طب ايه رايك لو اتضرب عند الجينيكوليت جانجليون 8 فلت لان 8 اتفرع قبليها؟ طب بعد الجينيكوليت جانجليون الجريتر سوبرفيشال بتروزال نير فلت اللي هو هنا اللي كان بيهز العين باللاكريميشن الدموع، تمام؟ طب ايه رايك لو اتضرب، انا همثل لك هنا قبل الستايلوماستود فورامين، تمام؟ يبقى اذا الكوردة تمبراي سليم اللي هو السابنديبولار والسابلينجوال سلايفيشن والتيست بتاع الانتروتيتر اوف ذا تانج والاستابيد النيرف توستابيديا سليم، يبقى الاستابيديا ريفلكس سليم والجريتر سوبرفيشال بتروزر بتاع الكريميشن سليم. لو اتضرب برضو بعد الكرينيوم اكسترا كرينيال نفس اللي قبليه خلاص. نيجي للانفستيجيشنز بتاعت الفيشال نيرف باراليسيس. ايه الانفستيجيشن اللي ممكن تعملها للفيشال نيرف باراليسيس؟ انا عايز اعرف، مش عايز اشخص الفيشال نيرف باراليسيس لان هو باين ده الراجل في الشارع عارف ان ده عنده شلل في العصب السابع فهي حاجه معروفه. انا عايز اعرف السبب بتاع الفيشال نيرف باراليسيس. اولا راديولوجيكال انفستيجيشن هعمل له سي تي. لو في فراكشر لاين، هو السي تي بتبين العظم احسن، فلو في فراكشر لاين هيبان في السي تي، اعمل له ام ار اي لو انا شاكك في تيومر. كذلك كوليستياتوما ممكن تبان في سيتي وذ كونتراست او ام ار اي، تمام؟ الام ار اي بيبان السوفت شو احسن. ايديولوجيكال انفستيجيشن
لو العيان ده جاي لك بكرونيك سابريتوفايتس ميديا كوليستياتوما وعملت فيشل بارالسيس، اعمل له مقياس سمع. ليه؟ لانك هتدخله العمليات، تشيل له الكوليستياتوما بعمليه اسمها راديكال ماستيديكتومي، كنت بشيل فيها الاوسيكلز ما عدا الستيبس، وبالتالي سمعه بيتقل، فممكن يشتكيك بعد العمليه ويقول لك انا سمعي كان كويس. لا، ده انت كان سمعك زي الزفت، والدليل مقياس سمع اهو البيرتون ايدومتري، وبالتالي بعمل له بيرتون ايدومتري لو في اسوشيتد اير ليجن. هعمل له ليفلنج انفستيجيشن، اللي هي انفستيجيشن تو ديتكت ذا ليفل اوف باراليسيس، اللي هو انا قسمت الليفلنج ايه، اللي هو كنت بشوف اللاكريميشن، كنت بشوف التيست في الانتير تو ثيرد اوف ذا تانج، كنت بشوف الاستريدي ريفلكس، كنت بشوف السابلينجوال سالايفيشن. بص بقى، اللاكريميشن هعمل له شيرمر تيست، تمام، اللي هو الصوره دي، بجيب فلتر بيبر او ليتمس بيبر، بحطها في اللور كونجنكتيفال ساك وهي متدرجه بالملي، واشوف بعد ما اعمل استيميليشن للاكريميشن بان اشممه بنزين مركز او حاجه تخليه يدمع، تمام، واشوف اتبل هنا كام ملي واتبل هنا كام ملي. لو الديفرنس بتوين بوث سايدز اكسيدز 30%، ده بيديك مؤشر ان ممكن يبقى فيه باراليسيس، يبقى ده الشيرمر تيست. التيست سنسيشن اللي هو بخليه يطلع لسانه وبعدين امسحه بشاشه، انشفه بشاشه علشان لو حطيت حاجه هتدوب يستطعمها بالناحيه الثانيه، فبنشف السلايفا وبحط له مره ملح ومره سكر واقول له الاولاني كان ايه والثاني كان ايه، تمام، علشان الكورده تمبراي. تيست سنسيشن. استبيديا ريفلكس، بسمعه صوت عالي فوق ال 70 ديسيبل فيحصل كونتراكشن الاستبيديس، اشوف الاستيفنس بتاع الدرام، ده اسمه استبيديال او اكوستيك ريفلكس. والسبمانديبولار سليفري فلو اللي هو كانوا بيسموها زمان ليمون تيست، اللي هو بشوف السلايفيشن، بجيب قسطره او قسطره رفيعه او كانيولا بلاستيك رفيعه واحطها في السبمانديبولار داكت اليمين وفي السبمانديبولار واحده ثانيه في السبمانديبولار داكت الشمال، واعصر ليمونه واشوف السلايفيشن الفرق بين الناحيتين. برضو لو في فرق اكتر من 30% في خلال 5 مينتس يبقى ده بيديك ايحاء ان في باراليسيس، يعني في افكشن للسلايفيشن. اخر حاجه بقى الالكترو كونداكتيفيتي تيست او الكترو فيسيولوجيكال تيست، دي اصعب حته في الفيشال نيرف باراليسيس، الكترو فيسيولوجيكال او الكترو كونداكتيفيتي تيست. ايه الالكترو فيسيولوجيكال او الالكترو كونداكتيفيتي تيست دي بقى؟ انا عايز اشوف النيرف كونداكتيفيتي، انا عايز اشوف الريسبونس بتاع النيرف لتوصيل الكهرباء، عايز اشوف الديجري اوف ديجنريشن للنيرف، وعايز اشوف الديجري اوف ديجنريشن اوف ماسل، علشان كده اسمها الكترو كونداكتيفيتي تيست. بص بقى، اولا هستثير العصب، نيرف اكسايتابيليتي تيست. يعني ايه كلمه اكسايتيشن؟ استثاره. طب ايه رايك انا همثل لك مثال بسيط قوي، ايه رايك لو انا مش واخد بالي وبحط ايدي على كوبس كهرباء والسلك متعري، اول ما لمست سلك الكهرباء ايه ده، حصل لي اكسايتيشن. هو ده النيرف اكسايتابيليتي تيست. ما تيجي نكهرب العصب ونشوف العضلات هتكونتراكت ولا لا. بص، سيبك من الرسمه المرسومه دي، الفيشل نيرف نازل كده من ورا الاير يغذي عضلات الوش، تمام، الفيشل نيرف اتقطع هنا في الحته دي مثلا والباقي اهو ماشي. فانا دلوقتي هاجي الحته المتعريه اللي تحت السكين بتاع الفيشل نيرف اللي انا قلت لك اباوت 1 سنتيمتر من خروجه من الستايلو مسطوط فورم اللي يدخله جوه الباروتيد، تعالى هات بروب رفيع قوي، حته سلك رفيعه قوي، ودخلها هنا اهو في الحته دي، تمام، ما بين الماستويد بروسيس والباروتيد، وبعدين اعمل اكسايتيشن الفيشل نيرف ووصل كهرباء، هبتدي بنص ملي امبير، ما حصلش كونتراكشن للمصل، ابتدي ارفع 1 مللي 2 مللي 3 مللي لغايه ما يحصل كونتراكشن للمصل، تمام، ده الناحيه الايه البارالايزد اللي هي اتقطعت من قبلين، اروح شايل البروب واحطه على الناحيه السليمه وعامل نفس اللي عملته على الناحيه الثانيه، اول ما وصلته بنص مللي امبير راح الوش راح ناطط كونتراكشن المصل. بقول لك لو الفرق بين الناحيتين اكسيدز 3 مللي امبير ده باد بروجنوزس، تخيل، يبقى بدا يحصل ديجنريشن للنيرف. يبقى اذا النيرف اكسايتابيليتي تيست، انا بعمل اكسايتيشن فيشال نيرف، بكهرب النيرف، تمام، واشوف الكونتراكتيليتي. الكونتراكتيليتي دي حصلت لما اديته كام مللي امبير، لو الفرق بين الاثنين اكتر من 3 مللي امبير، يعني هنا كونتراكتد على 5 وهنا كونتراكتد من نص او من 1، لا ده في فرق كبير بين البارالايزد وبين السليمه، يبقى النيرف بدا يحصل له
ديجنريشن يبقى باد بروجنوزس. طب يا دكتور انت بتشوف الكونتراكتيليتي بتاع الوش بتاع العيان بايه؟ بعينك، عينك قابله للخطا. راحوا جايبين مقياس ليها اكهرب العصب واحسب الكونتراكتيليتي على جراف، هو هو بس برسم الكونتراكتيليتي على جراف. راحوا مسميين التست الكترو نيوروجرافي، نيورو يعني نيرف، بعد ما كان نيرف اكسايتابيليتي بقى نيوروجرافي، جراف يعني رسم، الكترونيوروجرافي اللي هو ايه؟ نفس التست، بكهرب العصب من نفس المكان واحط بروب تاني في العضلات، واول ما العضلات تكونتراكت تروح رسمالي الكونتراكتيليتي، علشان كده سموه الكترونيوروجرافي. تمام؟ ونفس البروجنوزيس ونفس كل حاجه بتاع النيرف اكسايتابيليتي، بس ديتكشن اوف ذا كونتراكتيليتي اون جراف. بقول لك ايه؟ التستين دول اللي هو النيرف اكسايتابيليتي والالكترونيوروجرافي اوف نو فاليو اول 3 ايام. ليه؟ بقول لك القطع بتاع النيرف اهو حصل النهارده، الفيشر نيرف بيفضل هيلثي ويوصل كهرباء زي النورمال. تخيل لو انت كهربت الحته اللي لسه موجوده بتاع النيرف اللي موصله للعضله هتكونتراكت عادي جدا. الحته دي اتقطعت من هنا، لكن النيرف هيفضل يوصل كهرباء زي النورمال اول 3 ايام، وبالتالي التستين دول اوف نو فاليو اول 3 ايام. تمام؟ طيب التست الثالث بقى، اذا كان التست الاول والثاني النيرف اكسايتابيليتي والالكترونيوروجرافي كنت بشوف الاكسايتابيليتي بتاع النيرف، ان التست الثالث اسمه الكترومايوجرافي، يعني برسم الكونتراكتيليتي بتاع العضله، ماليش دعوه بالنيرف بقى، ده بشوف العضله حصل فيها ديجنريشن ولا لا. يعني التستين الاولانيين بشوف النيرف حصل فيه ديجنريشن ولا لا، اما التست الاخير ده بشوف العضله حصل فيها ديجنريشن ولا لا، علشان كده اسمه الكترومايوجرافي. اعتبر دي هي العضله، ثانيه واحده عليا، اعتبر دي هي العضله بتاع العيان اهي. تمام؟ العضله بتاع العيان هدخل فيها بروب اكهربها، ماليش دعوه بالنيرف خالص، وبروب تاني يطلع من العضله اول ما العضله تتكهرب يرسم لي الاكشن بوتنشال بتاع العضله. تمام؟ انا عايز اشوف العضله دي بدات يحصل فيها ديجنريشن ولا لا. تمام؟ وبالتالي نورمالي لما بكهرب العضله نورمال بيحصل اكشن بوتنشال، ده لو هي نورمال. طب العضله دي النيرف سبلاي اتقطع بتاعها، بقول لك التست ده هيدي لك نورمال ريزلتس اول 3 ايام. يعني العضله دي لو النيرف بتاعها اتقطع وجيت تستثيرها بكهرباء هتكونتراكت زيها زي النورمال بتاع الاوبزيت سايد اول 3 اسابيع. ايه ده؟ اول 3 اسابيع زيها زي النورمال؟ يبقى التست ده ما يتعملش اول 3 اسابيع. يبقى التستين اللي فوق ما يتعملوش اول 3 ايام، يتعمل بعد ثالث يوم، والتست الثالث الالكترومايوجرافي يتعمل بعد ثالث اسبوع. معايا؟ طيب النورمال ماسل لو انت كهربتها بالالكترومايوجرافي تدي لك اكشن بوتنشال، ده النورمال. طيب امال لو دي جنريتد بقى هتدي لك ايه؟ هتدي لك فايبريليشن بوتنشال كده، رعشه. ليه؟ اصل انا بص لايدي كده، انا لما كهربت العضله دي لما اديتها كهرباء هنا الكهرباء اتبعزقت بتوين الفايبرز ديسبيرشن فحصل رعشه، وبالتالي تدي لك فايبريليشن بوتنشال. طب ايه رايك لو النيرف ده الفيشال نيرف ده كان مقطوع هنا اهو، كان مقطوع في الحته دي وانا وصلته عملت له توصيل اهو، فانا كنت عمال اعمل الكترومايوجرافي يديني فايبريليشن بوتنشال وبعدين وصلت النيرف. تمام؟ ايه اللي يبين لي ان العضله دي بدات تبقى فايبل ويرجع لها الحياه تاني؟ ان يديني بدل الفايبريليشن بوتنشال يبتدي يديني البولي فيزيك بوتنشال اللي هي الحركه دي. بولي فيزيك بوتنشال اللي هي دي، بص كده بولي فيزيك بوتنشال بدا يبقى له بيك. الفايبريليشن كانت كده، ده ديجنريتد ماسل، لما بدا يحصل لها ريجنريشن بدا يديني بولي فيزيك بوتنشال. تمام كده؟ بقول لك لو ادتك بولي فيزيك بوتنشال على الجراف بتاعك الكترومايوجرافي
انا ممكن اطمن العيان واقول له يا عيان على فكره عضلتك بدات تريجنريت، يقول لي انا مش حاسس. انا ممكن اكتشفها قبل ما العيان يحس الكلينيكال ريكفري بتاعها بشهرين. اذا ده بروجنوستيك تيست، الالكترومايوجرافي ده بروجنوستيك تيست، ممكن اعرف لو شفت بوليفوزيك بوتنشال اشك ان العضله دي بدات تريجنريت، لان انا وصلت النيرف ببعضيه واطمن العيان قبل ما هو يحس بيها بشهرين كلينيكال ريكفري. نيجي بعد كده للريزلتس بتاع الفيشال نيرف باراليسيس. واحد حصل له فيشال نيرف باراليسيس، ممكن يحصل له ايه كسيكولي كمتتابعات؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له؟ العضله دي اتشلت، هيحصل لها كونتراكشر بالوقت. فاكر فولكمنز كونتراكشر بتاع الايد؟ نفس الكلام، العضله دي حصل لها باراليسيس، فهتبتدي تحصل فايبروزس، فايبروز فايبروزس، هيحصل لها كونتراكشر، تمام؟ ووشه هيبقى فيه اسيمتري، ماشي؟ يبقى اول حاجه كونتراكشر وفايبروزس. تاني حاجه كروس انرفيشن ممكن تحصل. يعني ايه كروس انرفيشن؟ الفايبرز اللي كانت رايحه تغذي حاجه غلطت وراحت تغذي حاجه تانيه. ازاي؟ بص الايد كده، الكابل اللي هو في السيروبولبونتاين انجل او في الانتراكيوتري كانال او اللابرانثاين سيجمنت قبل ما يتفرع، تمام؟ اهو بص الكابل اهو قبل ما يتفرع فايبرايا حمراء فايبرايا زرقاء فايبرايا سوداء، تمام؟ لما النرف اتقطع الفايبرايا الحمراء دي كانت رايحه للفرونتاليس، والفايبرايا الزرقاء دي كانت رايحه للاوربيكولاريس اوكيولاي، والفايبرايا السوداء دي كانت هتتوزع بعد كده على الانجل اوف ذا ماوس ريتراكتور انجيولاي. لما حصل ان النرف اتقطع من هنا، تمام؟ جوه الكابل الرئيسي جوه عند السيربول بونتاين انجل عند الانتراكيوتري كانال عند قبل ما يتفرع على البرانشز، الفايبرايا الحمراء دي جت ريجنريت، راحت عامله ريجنريشن مع الزرقاء. يعني بدل ما تغذي الفرونتاليس غذت الاوربيكولاريس اوكيولاي، والفايبرايا الزرقاء دي بدل ما تمشي مع الزرقاء بتاعتها راحت للسودا اللي هي راحت للانجل اوف ذا ماوس بدل ما تروح للبروكيوريس اوكيولاي، والفايبرايا السودا دي راحت للحمراء بدل ما كانت تروح للانجل اوف ذا ماوس راحت للفرونتاليس. يجي واحد يحرك بقه حواجبه يتحرك، يجي واحد يحرك عينيه بقه يتحرك يغمز، وهكذا انفولنتري موفمنت، تمام؟ لان الفايبرز غلطت وراحت لحاجات تانية، تمام؟ ده هو كروس انرفيشن. كروس انرفيشن اللي هو يحصل ديس ارينجمنت لريجنريتنج فايبرز اللي انا رسمتها دي معايا. طيب كروكودايل تيرز يعني ايه؟ الفايبرز اللي كانت رايحه للسلايفيشن غلطت وراحت للاكريميشن. ايه ده؟ يعني يجي ياكل بدل ما يسلايفيت يدمع؟ علشان كده سموها دموع التماسيح. هي جت منين كلمة دموع التماسيح؟ إن واحد بيعيط تمثيل معايا؟ يقول لك ده دموعه، ده دموع التماسيح معايا؟ وبالتالي هو أصلاً المفروض وأنت بتاكل تعمل سلايفيشن. لا، شوية فايبرز اللي كانوا هيتوزعوا على السامنديبلر جلاند غلطوا وراحوا للاكريمال جلاند، يجي ياكل يدمع. بص الست دي عمالة تمضغ لبان، فوهي بتمضغ بدل ما تسلايفيت عمالة تدمع أهي، تمام؟ عمالة تدمع خلاص؟ طيب ده كروكودايل تيرز. امال ايه سين كاينيزس؟ سين من سينرجيزم، وكاينيزس يعني حركه كاينيتك. هي كانت تقصد تحرك بقها، جت تحرك بقها حركت حاجبها، تمام؟ واحد ده جت فيلم في قبل كده لعادل امام، واحد طلع الاتوبيس، تمام؟ وهو بيكلم واحد صاحبه وهو بيحرك شفايفه عمال حاجبه يطلع وينزل، حاجبه يطلع وينزل او عينه تغمز، فالست افتكرت انه بيعاكسها. لا، ده ما بيعاكسهاش ولا بص لها، ده هو يقصد يحرك شفايفه وهو بيتكلم، فالفايبرز اللي كانت هتتوزع على الشفايف غلطت وراحت للحاجب ده في الكابل الرئيسي، فبيسموها سينكاينيزيس، يعني فولنتري موفمنت اوف وان ماسل ويل بي اسوشيتد وذ انفولنتري موفمنت اوف انذر ماسل. علشان كده بيسموها سينرجيزم،
يعني حركه متجانسه، جت احرك دي حركت دي، تمام؟ يبقى سينكاينيزس هو ده الريزلتس بتاع الفيشل باراليسيس. يبقى يحصل فيبروسو كونتراكشر للبارلايز سايد للبارلايز ماسل، ممكن كروكودايل تيرز، ممكن سينكاينيزس، الاثنين الاخرانيين دول نتيجه للكروس انرفيشن. الباثولوجي بتاع الفيشل نيرف انجري، ايه الباثولوجي بتاع النيرف انجري ده؟ يعني دلوقتي انا هعتبر النيرف فايبرز اهو، بص ده الاكسون، ده الاكسون تمام، وبعدين الاكسون ده عباره عن ماده جيلي ماتيريال متحوط بنيوروليما او اندونيوريوم. ده الاندونيوريوم، ده الاندونيوريوم تمام. لو في تيومر هنا دايس، تيومر دايس على النيرف فايبرز تمام، مين اللي هيتاثر الاول؟ يا ترى الاندونيوريوم، على فكره هو لو انا خدت ترانسفير سكشن كده، ده اندونيوريوم وده اندونيوريوم وده اندونيوريوم، اندونيوريوم بيحوط الجيلي وبعد كده البرينيوريوم وبعدين زيه الناحيه والاخر بيكون لي نيرف. فاذا لو التيومر ده داس على نيرف فايبر، يا ترى مين اللي يتاثر الاول، الاكسون اللي جوه ولا الاندونيوريوم اللي بره؟ لا، الاكسون اللي جوه، لانه جيلي ماتيريال تمام، وبالتالي الجيلي بيتكبس. فاذا اول ما يحصل كومبريشن الاكسون يضغط عليه لانه الاستيك جيلي، يحصل حاجه اسمها نيوروبراكسيا. براكسيا اللي هي جمعها باريسز، براكسيا يعني ضعف مش شلل تمام، لا براكسيا من باريسز يعني ضعف. عارف لو انت شلت التيومر ده الاندونيوريال تيوب لسه سليمه، وبالتالي لو انا شلت التيومر الاكسون هيريجنريت ويبقى زي الفل. يبقى اذا بعمل حاجه اسمها ريفرسبل كوندكشن بلوك، just compression of the nerve تمام، الاكسون مضغوط عليه فبدا يتاثر. الحاجه الثانيه بقى اكسونوتينيزس، يعني ايه؟ الاكسون اللي هو جيلي ماتيريال الاحمر ده، الاكسون ده لما التيومر يدوس اكتر يحصل له انتربشن يبقى شكله عامل كده. ما انا قلت لك هو جيلي ماتيريال فيتاثر اكتر الاول، يبقى الحته اللي في النص الفاضيه دي اتضغط عليها جامد فحصل انتربشن، يبقى ده اسمه اكسونوتيميزس. الاكسون نفسه حصل له لايسس، اكسونوتيميزس ده الدرجه الثانيه. الدرجه الثالثه بقى نيوروتيميزس، التيومر داس اكتر، التيومر ده داس اكتر فحصل انتربشن للاندونيوريوم والاكسون، فالنيرف بقى كده اتقطع. ده السيفير، لان التيومر خلاص داس، ده السيفير ستيج. يبقى النيوروبراكسيا الاكسون بس اتضغط عليه، الاكسونوتيميزس الاكسون حصل له لايسس، النيوروتيميزس النيرف كله اندونيوريوم واكسون حصل له لايسس. نيجي للمانجمنت بتاع الفيشيال نيرف باراليسيس. اولا هو الكومونست كوز الفيشيال نيرف باراليسيس ايه؟ بيلس مولسي. يبقى اذا سايكولوجيكال اشورنس البيلس مولسي، ما تقلقش يا عيان. على فكره الكلام ده مكتوب في كل تكست بوك على مستوى العالم، ان اي عيان بيلس مولسي يجي لك طالما انت اتاكدت ان بيلس يبقى لازم سايكولوجيكال اشورنس. معايا؟ بعد كده انت خايف على ايه؟ اصل اي عيان يا اولاد بيجي له، او يا جماعه انا اسف، بيجي له فيشال نيرف باراليسز بيفتكر ان عنده جلطه او تيومر وداس، فانت لازم تطمنه ان ده عباره عن بيلس بولسي بعد ما تلغي بقيه الاسباب طبعا، يبقى سايكولوجيكال اشورنس. بعد كده انت خايف على ايه في الوش؟ مهم جدا العين، لان العين لو ما بتقفلش الكورنيا هتبقى اكسبوزد، يحصل لها دراينس واللاكريميشن لوست تقريبا، وبالتالي لو حصل دراينس للكورنيا هيحصل اكسبوجر كيراتايتس، دراينس وكورنيا الالسريشن. يبقى كير اوف ذا اي، كير اوف ذا اي ازاي يعني؟ انا عايز اغطيها، اغطيها بمرهم، انا عايز ابلها بدموع لان ما عادش في دموع، اديله دموع صناعيه تمام. انا هلبسه نظاره سوداء لما يجي يخرج للشمس، لانك لما تخرج للشمس بتنار البالبيبرال فيشر، لان السن ريز ممكن تعمل ديستراكشن العين تمام. يبقى اذا اي دروبس اند ارتفيشال تيرز باي داي، بالنهار، اي اوينتمنت باي نايت، دارك جلاسز ان اوت دورز لما يجي يخرج للشمس، ولاترال ترسورافي لو المساله هتطول، ان برولونجد كيسز. ايه اللاترال ترسورافي ده؟ اللي هو ده بتعمل ماتريس السوتشر، بتعمل السوتشرنج ما بين الابر اي ليد واللور اي ليد لاترالي، ويشوف الجزء الميديال لاترال اهو خلاص،
ده اللاترال ترسرفي لو المساله هتطول. ده ذهب ولا اكثر من هذا، ممكن يحطوا الى ذهب في الابر ايليد تغطي العين. طيب ده كير اوف ذا اي، انك تبلها وتغطيها وهكذا. كير اوف فيشر ماسل، تاني حاجه خاف عليها بعد العين الفيشر ماسل، مش عايز يحصل لها فايبروزس وكونتراكشر ويحصل اسيمتري وديسفيجرمنت. تمام، وبالتالي كير اوف فيشر ماسل اللي هو ايه بقى؟ مساج للفيشر ماسل. هو يا جماعه لما بيحصل باراليسيس للماسل هي ليه بتديجنريت؟ هو اصلا البلاد سبلاي بتاعها واصل كويس. طب انت ما سالتش نفسك ليه بتديجنريت؟ علشان ما عادتش بتتحرك. طب والحركه بتمنتين الماسل فايابيليتي ازاي؟ انها بتفتح الفاسكولاريتي جواها. طب ما تيجي نحركها باسيف، طالما هي ما بتتحركش اكتف والنيرف حصل له باراليسيس اللي هو المساج، باللغه البلدي بينا وبين بعض بتفتح الدمويه، بتفتح الفاسكولاريتي، تقوم تمنتين الفايابيليتي اوف ذا ماسل. تمام، يبقى مساج للفيشر ماسل. ممكن نديله علاج طبيعي فيزيوثيرابي. طب الفيزيوثيرابي نفس القصه، انها بيسخن العضله فيقوم يفتح الفاسكولاريتي، يقوم يمنتين الفايابيليتي اوف ذا ماسل لغايه ما يوصل النيرف ويرجع تاني او وات ايفر. تمام، يبقى اذا مساج للفيشر ماسل فيزيوثيرابي. طب لو العيان ده بدات الماسل بتاعته تتحرك بسيط، اخليه يعمل فيشال ماسل اكسرسايز. بصوا الست دي اخليها تقف قدام المرايه وتقعد تعمل حركات بوشها، ترفع حواجبها لفوق، تشوف سنانها، تمام، تقفل عينيها جامد وهكذا، تقعد تعمل في اكتف ماسل اكسرسايزز علشان تحرك. وقدام المرايه ليه؟ علشان هي شايفه الحركه بسيطه، يبقى عندها امل اكتر واكتر واكتر، يبقى اكتف ماسل اكسرسايز. كل ده تو مينتين ذا فايابيليتي اوف ذا ماسل. يبقى الاول بدات باسيف اللي هو المساج، وبعدين انتهيت باكتيف لو في فاين موفمنت. تريتمنت اوف ذا كوز، يا فرحه قلب انت عمال تعالج المصل وتعالج العين وسايكولوجي. طب لو في سبب كوليستاتوما، طب انت لازم تعالجه راديكال ماسليديكتومي. طب لو في تيومر ودايس لازم تشيله، يبقى تريتمنت اوف ذا كوز. واخيرا ريهابيليتيشن، اعاده تاهيل المريض. المريض اللي بيجي له فيشل باراليس ده بيتكسف يخرج الشارع الحقيقه، لانه باين والناس، وبيتخيل ان الناس كلها بتبص له وهكذا، بقه معوج، عينه ما بتقفلش، وبالتالي لازم ريهابيليتيشن، اعاده تاهيل المريض. الريهابيليتيشن ده ممكن يبقى ستاتيك، ان انا بصلح شكله بس، ستاتيك، العضله خلاص ماتت، ديجنريتد. اقوم طالما الناحيه دي حصل لها كونتراكشن وفايبروزس، اقوم اجيب له عضله من حته ثانيه وانفخ بها الخد بحيث يبقى الخدين قد بعض. طب ايه العضله اللي ممكن اجيبها؟ تمبوراليس ماسل من تحت الشعر، لما اخدها واعمل لها ترانسبوزيشن بالنيرف سبلاي بتاعها بالبلاد سبلاي، تمام، مش هتبان لان الحته اللي تحت الشعر مش هتبان، والانسيجن بيبقى عند الهير لاين، يبقى تمبوراليس ماسل ترانسبوزيشن. تمام، ده اللي هو الاستاتيك، مجرد كوزموزيس تجميليا. امال يعني ايه دايناميك؟ دايناميك ريهابيليتيشن؟ لا، دايناميك ريهابيليتيشن العضله ستيل فايبل، فانا عايز اوصل لها النيرف سبلاي تاني علشان ترجع تتحرك. الدايناميك ريهابيليتيشن ازاي؟ بص بقى الدايناميك ريهابيليتيشن ازاي. دي الستايلو مستود فورمن، خارج منها الفيشيال نيرف اهو اتقطع، وبعدين دخل جوه الباروتد وتفرع الى كذا تيرمينال برانش. لو لقيت التو اندز بتوع الفيشيال نيرف قريبين من بعض، الاند دي والاند دي قريبين من بعض، اعمل ان تو اند انستموزس تحت الميكروسكوب بخيط رفيع جدا، النيرف شيس خياطه في بعض، اسمها ان تو اند انستموزس. ده لو التو اندز قريبين من بعض. امال لو التو اندز بعاد عن بعض، لو شديت دي وشديت دي هتبوظ الاثنين. يبقى لو التو اندز بعيد عن بعض اجيب نيرف جرافت من حته ثانيه واوصلهم ببعض هنا، لان لو شديت ده وشديت ده هبوظه. ايه النيرف جرافت اللي بتجيبه وتوصل التو اندز ببعض؟ يا اما الجريتر اوريكولار نيرف هنا، ده سنسوري، ممكن استخدمه موتور. تمام، هو سنسوري مش مهم قوي زي الموتور، فبروح جايبه كجرافت رقعه واوصله، ممكن اجوزه كمان. تمام كده، يبقى اذا لو الـ لو الـ لو الديستانس بين التو اندز اقل من 10 سم هات الجريتر اوريكولار نيرف. طب لو الديستانس اكتر من 10 سم، لا، الجريتر اوريكولار نيرف مش هيكفي، هات الشورال نيرف من الرجل. لو الديستانس اكتر من 10 سم يبقى نيرف جرافت لو التو اندز بعيد عن بعض، يا من الجريتر اوريكولار يا من الشورال، اللي كومن بنستخدمه جريتر اوريكولار. طب يا دكتور لو انا مش لاقي الديستال اند دي، مش لاقي الديستال اند بتاع الفيشر نيرف، اعمل له ايه؟
الله، ده في نرف تاني خارج من الجاجولار فورامين من هنا اهو رايح للسان اسمه الهايبوجلوسال. طب ما تيجي نوصل الفيشيال بالهايبوجلوسال. كل دي اكتيف دايناميك، عايز ارجع. طب اسمه هايبوجلوسال فيشيال انستموزس. طب عيب الهايبوجلوسال فيشيال انستموز ايه؟ ان لما يحرك لسانه عضلات الوش يتحرك. يا سيدي مش مهم، مش مشكله، بس المهم ما تشيلش الهايبوجلوسال وانت بتعمل توصيله معايا. يبقى اذا الدايناميك ريهابليتيشن ان انا برجع الديناميكا بتاع العضله تاني، لان العضله ستيل فايبل. لو لقيت التو اندس قريبين من بعض يبقى انتو اند انستموزس، وده احسن حاجه. لو لقيت التو اندس بعد عن بعض يبقى اجيب نيرف جرافت واوصلهم من الجريتر اوركولار الشورال. لو لقيت الديستال اند مش موجوده اوصله بنيرف تاني اقرب له الهايبوجلوسال، يبقى هايبوجلوسال فيشال انستموز. يا جماعه ده زي ما بقول اكثر من هذا، ده لو الفيشال اليمين مشلول ومش لاقي الديستال اند ممكن اعمل توصيله بالنرف بتاع الناحيه الثانيه الشمال، تمام، اللي هو فيشيو فيشال انستموزس، بيسلخوا الجلد ويجيبوا نيرف جرافت ويوصلوه بالنرف بتاع الناحيه الثانيه، تمام، فيشيو فيشال انستموزس. احنا كده خلصنا الفيشال نيرف، نبتدي بقى ناخد الكومنست كوز بتاع الفيشال نيرف باراليسيس اللي هو البيلز بولسي او الايديوباثيك فيشال باراليسيس. البيلز بولسي ايديوباثيك فيشال باراليسيس، قصه ده واحد صاحي من النوم لقى عينه ما بتقفلش وبقه معوج. واحد تاني يجي يقول لك ايه؟ انا كنت سايق العربيه في امانه الله وفي عز الشتاء وفاتح الشباك، تمام؟ الهواء طس ودني، عم وصلت البيت لقيت عيني ما بتقفلش وبقي معوج. دي القصه المعهوده. اما قصه بعض الناس المصريين يقول لك ايه؟ انا نمت زعلان، قمت من النوم عيني ما بتقفلش وبقي معوج، تمام؟ الله اعلم، يمكن ريليتد. It is the commonest cause of facial nerve paralysis. بيل ده اسم واحد على فكره، اسم واحد امريكاني سمى الباراليسيس باسمه بيلس بولسي. ده الكومنست اكتر من 90% من حالات الفيشال نيرف باراليسيس بيلس بولسي. الايتيولوجي بتاعه انون، السبب مش معروف، ولكن في ديفرنت ثيوريز. ايه الثيوريز دي؟ بنقول اكسبوجر تو كولد اير دراوتس. يعني ايه؟ يعني واحد كان الست دي اهي اهي، انا ناسي الست دي اللي في الصوره قدامكم دي، دي لها عشه على بحيره في الفيوم ولا في محافظه مش عارف ايه. فالعشه دي الشبابيك بتاعها منفذه في عز التلج في الشتاء، وهي نايمه الهواء دخل طصها في ودنها، صحيت تاني يوم عينها ما بتقفلش، عينها اليمين ما بتقفلش وبقها معوج الشمال، الناحيه اليمين كانت مشلوله، تمام. هو ده البيلس بولسي، هو ده البيلس بولسي، تمام. يبقى اول ثيوري هي الفاسكولار ثيوري، اكسبوجر لتيارات هواء بارده، تيارات الهواء الساقعه دي تروح عامله فازو كونستريكشن للبلاد سبلاي بتاع النيرف اللي هو الفازا نيرفوزا، للفازا نيرفوزا جوه البوني كانال. لما حصل فازو كونستريكشن الفازا نيرفوزا لما سقعت، تمام، ادت الى اسكيميا نتيجه للفازو كونستريكشن. الاسكيميا ادت الى فاتيج واكيميليشن اوف تكسن كوتابولايت، راحت عامله العكس، سيفير فازاليتيشن وإديمة في البوني كانال. بقى البوني كانال اهو بتاع النيرف، والنيرف الاصفر اللي جواه اهو، والازرق ده إديمة اهو حوالين النيرف، تمام. فراح الضغط على النيرف فايبرز، تمام. يبقى اذا بدات بفازو كونستريكشن اسكيميا نتيجه للبرد، ادت الاسكيميا الى اللي هو الفازو كونستريكشن، ادت الى فاتيج، الفاتيج ادى الى اكيميليشن اوف توكسيك ميتابولايت، التوكسيك ميتابولايت ادى الى ايديما وكمبريشن اوف ذا نيرف. ده اول ثيوري وده رايي الموست اكسبتد ثيوري. نيجي لتاني ثيوري اللي هي الفايرال ثيوري، هيربس سمبلكس وذاوت فيزيكال فورميشن. وفي ناس بيقولوا هيربس زوستر من غير فيزيكال فورميشن. انتوا فاكرين رامس هانت سندروم؟ رامس هانت سندروم بيعمل فيزيكال، تمام؟ لا، ده ما عملش فيزيكال. خلي بالك، ما ينفعش تقول لي ان رامس هانت سندروم من ضمن اسباب البيلس بولسي، لا ده حاجه وده حاجه. لان رامس هانت سندروم، رامس هانت سندروم باين في فيزيكال، اما ده ما فيش فيه فيزيكال. ممكن هيربس سمبلكس او هيربس زوستر وذاوت فيزيكال فورميشن. اي حاجه مش معروفه في الطب بنقول السبب ايه؟ اوتوميون، بيعتبرها اوتوميون. لكن الكومن الموست اكسبت ثيوري فاسكولار ثيوري اكسبوجر لتيارات هواء ساقعه. نيجي للكلينيكال بيكشر، هو ده ابر موتور ولا لور موتور نيورون باراليسيس؟ لور، ده النيرف نفسه، ايديما في البوني كانال، ده الموست اكسبت ثيوري. يبقى اذا لور موتور نيورون فيشال باراليسيس،
تقول لي ايه السيمتومز وايه الساينس اللي احنا تعبنا فيها، مش عارف يقفل عينه وبقه معوج، دريبلنج اوف سلايفا، والخمس اسئله اللي انت هتقولهم له في الساينس. تمام. اوف سادن اونست، مره واحده يا دكتور صحيت من النوم لقيت نفسي كده. تمام. سادن اونست بارشل اور كومبليت يعني ايه؟ يعني ممكن وهو بيقفل عينه ما فيش عضلات بيتحرك خالص، يبقى ده كومبليت باراليسيس. وممكن في حركه بسيطه، ده اسمه بارشل باراليسيس. تمام. ده البارشل اور كومبليت معايا. طيب في قبل ما يبتدي الباراليسيس بيبقى في بين بيهايند ذا اير، هنا وجع ورا الودن. ليه؟ لان الايديما بتاع الايه، يعني من الثيوري ان الايديما اللي في البوني كانال ضغطت على النيرف عملت بين، يبقى بين بيهايند ذا اير سيفرال اورز بيفور الباراليسيس. ده في 30% من الحالات، مش في كل الحالات على فكره، 30% من الحالات بتقول لك ان في ريترو ايريكولار او بوست ايريكولار بين قبل ما يحصل باراليسيس بسيفرال اورز. احيانا نيجي نكشف على عيان نلاقي ريد كوردا تمباناي، على فكره ده في 10% من الحالات ريد كوردا تمباناي ساين، اللي هو ايه بقى؟ التمبانيك ممبرين اهو تمام، والميليا اهي باينه والكونو فلايت. الطبيعي انك ما تشوفش الكوردا تمباناي اللي ماشي جوه الميدل اير. طبعا ما تشوفوش، لان لونه بلون الدرام معايا. لا، في حالات البلز، في 10% من حالات البلز تلاقي كوردة تمبراي احمر اهو، تلاقي ماشي من هنا احمر. هو احمر ليه؟ كونجستد ليه؟ ما هي الفيرتيكال سيجمنت بتاع الفيشال نيرف اهي فيها اديما، فالاديما دي زلقت الفينس ريتيرن بتاع كوردة تمبراي، فالكوردة تمبراي بان احمر كونجستد معايا. ده في 10% من الحالات ماشي كده. بقول لك البلز بولسي يشخص بالاكسكلوجن، انك تاكسكلود بقيه الاسباب. اوعى كل عيان داخل لك العياده بعينه ما بتقفلش وبقه معوج تقول له انت عندك بيلز، لا، انت لازم تاكسكلود بقيه الاسباب. ازاي؟ ودنك بتجيب صديد، لا، يبقى مش اوتيتس ميديا. قول لي خدت تروما او حادثه، لا، يبقى مش تروماتيك. قول لي عملت عمليات في ودنك، لا، يبقى مش سيرجيكال تروما. قول لي عندك هيديك وفوميتنج وبليرنج فيجن اللي هو انكريز انتراكان تنشن، لا، يبقى مش تيومر. اذا انت بتاكسكلود بقيه الاسباب، يبقى الفيشيال نيرف باراليسيس البلس مورسي يشخص بالاكسكلوجن. طيب الانفستيجيشن اللي هتعملها البلس مورسي هي الانفستيجيشن العاديه اللي انت عملتها للفيشيال نيرف باراليسيس اللي اتكلمنا عليها من شويه. بس اعمل حسابك في حاجه، ان جميع حالات البلز لازم تخف في خلال 6 شهور. ازاي يا دكتور؟ انا اعرف واحد قريبي جاله بلز ما خفش. لا، استنى عليا، خف ليه؟ لان لما بدا عنده من 6 شهور كان كومبليت باراليسيس ولا عضله بتتحرك، دلوقتي بارشال باراليسيس، يبقى خف. حتى لو خف بارشالي، هو كلمه خف مش معناها خف كومبليت، المهم يكون في نسبه ريكفري. عارف مين اللي ما يخفش؟ لو تشخيصك غلط وده مش بيلز، لو تيومر ودايس على النيرف، يبقى اذا تشخيصك غلط. يبقى اذا لو حاله البيلس بولسي ما خفتش تماما في خلال 6 شهور، لا، الحق واعمله ام ار اي الا يكون اكوستيك نيوروما، وانت ما تعرفش سمتايمز الاكوستيك نيوروما تيجي جوه الانتريوتري كانال. ايه التريتمنت بقى بتاع البلس بولسي؟ التريتمنت بتاعه الجنرال العادي، الثلاثه جنرال اللي احنا قلناهم قبل كده في الجنرال تريتمنت، اللي هي سايكولوجيكال اشورنس وكير اوف ذا اي علشان ما يجيلوش كورنيال السريشن اكسبوجر كيراتايتس، وكير اوف فيشال ماسلز علشان ما يجيلوش فايبروزس وكونتراكشر. تمام، اللي هو اللي احنا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده هتقوله تاني. ميديكال تريتمنت ستيرويد، هتدي له اكبر جرعه من الكورتيزون، سمعت عنها 60 ل 80 ملي جرام بير دي، وتقللها بالتدريج. ليه كورتيزون؟ لان الكورتيزون انت ايديمتس والاموست اكسبت ثيري ايديما في البوني كانال، فانا عايز اعمل الايديما عامله كومبريشن، انا عايز اعمل دي كومبريشن. فهتدي من 60 ل 80 ملي جرام بير دي كورتيزون وتقللها بالتدريج، لانك لو ما قللتهاش بالتدريج اللي هي تيبرنج ميثود او الثرول ميثود، لما بتدي كورتيزون من بره الجسم السوبرانينال جلاند بتوقف في السكريشن بتاع الكورتيزون، وبالتالي لو وقفته مره واحده يجي له اديسونيان كرايسيس، فانت هتبتدي تقلل بالتدريج تقلل علشان يرجع تاني يفرز كورتيزون من جوه جسمه. تمام، يبقى كان الايديما كانت عامله كومبريشن، انت عملت كده ميديكال دي كومبريشن، ميديكال دي كومبريشن. تمام، وقال ايه تدي فازو دايليتورز في الايرلي ستيجز لو جالك بعد ما اتعرض لهواء ساقع وحصل فازو كونستريكشن وسكيميا؟ قال ايه ممكن العين يجي لك في المرحله دي؟ تقوم تدي له فازو دايليتورز زي البيتا هيستيدين. تمام، سيرجيكال تريتمنت بقى للبلس بولسي. بصراحه انا عمري ما شفت عيان بلس بولسي اتعمل له جراحه لعلاج الفيشيال نيرف، ولكن ده كلام كتب لازم يتقال برضه.
اللي هو دي كومبريشن فيشال نيرف، انت تلجأ له اللي هو تدخل بايدك كجراح تعمل سليتنج للنيرف شيس وتخلي الميه اللي عامله ايديه ما تطلع. لو حصل ديجنريشن للفايبرز بتاع النيرف اكتر من 90% في خلال فتره اقل من اسبوعين، بيعرفوها ازاي؟ بالالكترونيوروجرافي. يقوم يعملوا ايه؟ يعملوا دي كومبريشن فيشال نيرف. ازاي؟ بص، ده الفيشال بوني كانال، والاخضر ده اعتبره النيرف نفسه ماشي جوه البوني كانال، وبعدين ده النيرف شيس مثلا بالاصفر اهو، ده النيرف شيس، وبعدين اللبني ده ميه اديمه، تمام؟ هتدخل تشيل الروف بتاع البوني كانال، وبعدين تقطع النيرف شيس بالطول، تقطعه بالطول بارلل للفايبرز. انت لو قطعته بالعرض هتعور الفايبرز، انت كده فتحت عملت سليتنج للنيرف شيس، الميه هتطلع، تمام؟ اللبني ده كله هيطلع، تمام؟ يقوم تقلل الإديمة، ده اللي هو الديكمبريشن، تمام؟ وانا بصراحه عمري ما شفت بيلس بولسي يتعالج بسيرجيكال ديكمبريشن، وان كان ممكن هو مكتوب في الكتب وكلام لوجيك، لكن معظم الحالات بتخف ميديكالي وبتخف حتى لوحدها سبنتينيوس. نيجي بقى للبروجنوزيس بتاع الفيشال نيرف باراليسيس. ايه البروجنوزيس بقى بتاع النيرف ده بتاع البيلس بولسي؟ اولا البروجنوز ده باد لو العيان ده الاميونيتي بتاعته وحشه، دايابيتك، هايبرتنسيف، اولد ايج، تمام؟ باد لو ريكرنت بيلس بولسي. ايه ده؟ هو البيلس ممكن يبقى ريكرنت؟ ممكن يجي الواحد اكتر من مره؟ اللي جابه اول مره يجيبه تاني مره. انت عارف نسبه ريكرنس حوالي 15%. طب بقوله ليه؟ لان اللي جاله بيلز غالبا البوني كانال بتاعته ضيقه، علشان كده اي اديمه عملوا كومبريشن للنيرف. فكل بيلز يجي يعمل ديجنريشن لبعض الفايبرز، كل بيلز يجي يعمل ديجنريشن لبعض الفايبرز، وبالتالي باد بروجنوزيس. لو البين بيهايند ذا اير كان سيفير، يبقى الاديمه جامده. لو العيان جاله كومبليت باراليسيس فروم ذا ستارت، يبقى اذا الاديمه جامده وبالتالي البروجنوز مش حلو. يعني الولد الطفل الصغير ده بيضحك ومبسوط لان جاله بيلز وخف تماما، تمام؟ الست دي لو جالها بيلز، هي دي مش بيلز بس انا بفترض، يعني الست دي لو جالها بيلز مش هيخف كومبليتلي، وبالتالي البروجنوز باد. نيجي للتروماتيك فيشال نيرف باراليسيس. يعني ايه تروماتيك؟ يا سيرجيكال يا اكسيدنتال تروما. السيرجيكال تروما يعني ايه سيرجيكال تروما يا دكتور؟ يا اما وانا بعمل عمليه في السيربولوبولتاين انجل بشيل اكوستيك نيروما من هنا، يا اما وانا بعمل عمليه في الميدل اير سيرجري، يا اما وانا بعمل عمليه في البروتيد. اي عمليه من دول ممكن تعور الفيشال نيرف. وانا بشيل سيربولوبولتاين انجل يبقى سيربولوبولتاين انجل سيرجري، وانا بعمل عمليه في البروتيد وانا بشيل تيومر من البروتيد ممكن اعور الفيشال نيرف. اياتروجينيك فيشال باراليسيس، كل ده اسمه اياتروجينيك فيشال باراليسيس. نيجي للاير سيرجري. تخيل الاير سيرجري من وانا باخد بوست اريكولار انسيجن ازاي؟ بص، الفيشال نيرف ماشي ما بين الماستويد لاترالي والستايلويد بروسيس ميديالي، تمام؟ طب ما هي الماستويد في الاطفال قصيره، يعني الماستويد في الاطفال هتبتدي هنا، فلما اجي اخد انسيجن عند الطفل عادي زي الكبير هروح معور الفيشال نيرف. الاوريكل اهي والماستويد وراه اهي، ده بتاع الادلت، والفيشال نيرف خارج كده، هو ده النيرف. فلو جيت اخد انسيجن هنا ومديته لتحت في طفل، المصلوط بتاعته قصيره، تمام؟ علشان كده الاطفال يفضل تعمل اوبليك هاي اب انسيجن هنا، علشان تضمن ان انت على المصلوط، لان المصلوط ستيل صغيره، تمام؟ اسمه وايلدس انسيجن، اللي هو اوبليك هاي اب اسمه وايلدس انسيجن، وايلدس انسيجن. وانا بعمل كورتيكال ماستيديكتومي طبعا، وانا بنضف الماستويد. يا اخي الصوره اللي قدامك دي ريتروفيشال ايرسيلز اهي اللي في الماستويد، جيت انضفها وانا بعمل كورتيكال ماستيديكتومي رحت معور الفيشل، جيت افتح الماستويد انترام راح الدريل بتاعي واقع في الميديال وول اوف ذا انترام، يا اما وقع لورا البستيريو سيميسيركل كانال، يا اما لقدام السكند جنو بتاع الفيشل نيرف. ده الكومنست سايت فور انجري اوف ذا فيشل نيرف السكند جنو. يبقى انا بعمل كورتيكال ماستيديكتومي، كذلك وانا بعمل راديكال ماستيديكتوم، طب ما الكورتيكال جزء من الراديكال. وانا بعمل تيمبانوبلاستي، طب ما هي بيبقى معاها احيانا كورتيكال ماستيديكتوم. وانا بعمل استابيديكتوم وانا بشيل الاستابس،
امتى الفيشيال نيرف يتعور وانت بتشيل ستيبس؟ انا شرحت العمليه دي وقلت امتى. بص بقى، الاوفالون ده اهو والبرومونتري قدام اهو، تمام. الفيشيال ماشي اتس بوني كانال هنا كده. طب ايه رايك لو الفيشيال، لو البوني كانال دي هيسنت والفيشيال هيروح برولابسد كده على الاوفال ويندو، اندهسنت اند برولابسد، تيجي تعمل استابيديكتومي تعور الفيشيال نيرف. يبقى وانا بعمل عمليه في السيربول وونتان انجل بشيل اكوستيك نيروما، وانا بعمل عمليه في الميدل اير زي التيمبانوبلاستي والكورتيكال ماستيديكتوم والراديكال ماستيديكتوم والاستابيديكتومي، او انا بعمل عمليه في الباروتيد. اكتر مكان يتعور الحته ده اهي، ده اهي السكند جينوم، لانها في الميديال وول اوف ذا انترم اللي انت بتجيبه اول حاجه في عمليه الماستيديكتومي. بص بقى الحلاوه، ده ادلت فالماستويد بتاعته بتخلص هنا، ده تشايلد الماستويد بتاعته بتخلص هنا. فلو انا عملت الانسيجن بتاع تشايلد كده، ده الفيشال نيرف خارج هنا بعد الماستويد، مبروك ممكن تعور الفيشال نيرف. وبالتالي الفيشال محمي بالماستويد بروسس، الماستويد لاترال للفيشال، تمام، حاميه مغطياه ديب ليها، الفيشال ديب ليها. وبالتالي الماستويد لو قصيره الفيشال نيرف هيبقى اندر ذا سكين. تيجي تعمل بوست ايركولار انسيجن عند الطفل كده والماستويد انتهت، هتروح معور الفيشال نيرف هنا، تمام. اذا الطفل اعمل الانسيجن اوبليك هاي اب هنا وايل ذس انسيجن. بنقول الاكسيدنتال تروما خدناها ان ديتيلز وهعيدها تاني بسرعه، يا اما فراكشر بيز اوف ذا سكال اللي هي الميدل كرينيال فوسا، يا لونجيتودينال تايب اهي مش هشرحها تاني، تمام. اللونجيتودينال تايب ده عدى بالدرام وعدى بالاوسكيل هيعمل كوندكت فيرنج لوس، ما عداش بالبوني كانال ولا بالانر اير، وبالتالي لو عمل فيشر باريس هيبقى بارشل وديليت اديما او هيماتوما، فاكر؟ يبقى بعد فيو اورز، تمام، ويبقى معاه الدرام برفوريتد والباراليسز بارشل وديليت، بارشل باراليسز علشان في اديما. اما الترانسفيرس لا، ترانسفيرس كده بص، هي ارسم على اللونجيتودينال اللي فوق، اعتبر دي المره دي بقى ترانسفيرس. بص بقى الترانسفيرس التروما جت كده كده، وبالتالي عدت بالانترا يوتري كانال وبالانر اير، فيجي له سنسوري نيورال هيرنج لوس وفرتايجو، ماشي الكلام. وبعدين الفيشال باراليس بتاعه ايميديت وكومبليت، اللونجيتودينال نسبه الفيشال باراليسيس 20%، الترانسفيرس نسبه الفيشال باراليسيس 50%، تمام كده. لو الترانسفيرس هيبقى ايميديت وكومبليت لان عدى بالنرف نفسه كات، اما لو اللونجيتودينال ايديما او هيماتوما فبارشال وديليت، ايديما ولا هيماتوما عمرها ما هتقطع النرف، وبالتالي بارشال، وعما تتكون هتاخد وقت يبقى ديليت. الكلام ده اتقال قبل كده وشرح ان ديتيلز. نيجي بقى للانفستيجيشنز، والله ده تروما يبقى الافضل تعمل سي تي علشان تبين لك الفراكشر لاين، نفس السي تي اللي شفناها قبل كده اهي، ده سي تي، دي الماستويد ورا اهي، دي الماستويد بروسيس، ده الميدل اير، الفراكشر لاين ماشي اهو، وبعدين مشي في الميدل اير وعدى على الفورم اللاسرم قدام، ده لونجيتودينال فراكشر بيز اوف ذا سكال. همسح اللي انا عملته علشان تبان اهي. ايه رايك؟ التروما جت من هنا، الفراكشر لاين مشي قدامك اهو، راح للفورم اللاسرم، عدى بالدرام هيفرقعها، عدى بالاوسكل هيفرقعها، تمام؟ هيعمل لها ديسلوكيشن. التريتمنت بتاع التروماتيك فيشال نيرف باراليسيس، هو الباراليسيس كان ايميديت وديليد، يبقى النيرف اتقطع، يبقى النيرف حصل له كات. يبقى والله شوف، لو التو اندز قريبين من بعض نارو جاب انتو اند انستموزس، لو بعيد عن بعض نيرف جرافت هجيب الجرافت يا من جريتر اوريكولار يا السوبر يا الشورال على حسب اللينث. لو الديستال اند مش موجوده اعمل وصله ما بينه وبين الهايبوجلوسال، هايبوجلوسال فيشال انستموزس، الكلام اللي انا قلته قبل كده ده لو حصل كات. امال لو الباراليسيس بارشل وديليت، يبقى الايديما او الهيماتوما اللي عملوه للباراليسيس، وبالتالي ده هيتعالج كونسرفتيف بالانتيبيوتيك والستيرويد. طيب لو البارشل والديليت ده ما خفش في خلال اسبوعين، يبقى تشخيص الايديما والهيماتوما غلط، ممكن يكون حته عظمه من الاسكالا اتحركت ضغطت على النيرف، وفي الحاله دي لازم سيرجيكال اكسبلوريشن زي اللي قبليه، لازم افتح واشوف، ولقيت حته عظمه دايسه اروح شايلها، كانت عامله كومبريشن انا عملت لها دي كومبريشن، تمام، يبقى سيرجيكال دي كومبريشن.